النهارده هقول صباح الحب بقى. يا سيدي يا رومانسي يا حالي. امال ايه؟ صباح الهنا والحب والخير علينا جميعا يا رب. والحب على فكره مش بس مقتصر على رجل وامراه يعني في علاقه زواج او حب، لا يعني بنتكلم الحب لكل الناس، حب لكل حاجه حلوه حتى في حياتك. فصباح الحب وكل حاجه يا رب تبقى يعني على اجمل شكل وعلى نحقق كل احلامنا يا رب. الواحد دايما لو هو بيحب يا كريم ده بيدي دفعه كبيره جدا، بيديك طاقه كبيره جدا، بيخليك مبسوط. الحب بيخلي الواحد فعلا مبسوط. صباح الهنا وحلقه جديده، والنهارده معانا اخبار كتيره جدا خاصه كمان برياضات مختلفه واخبار عالميه واخبار محليه زي ما حضراتكم عارفين. معانا فقره مفاجاه، الفقره هتكون مفاجاه، الضيف برضو مفاجاه مش هعلن عنه دلوقتي انا وكريم، بس هنتكلم معاه في نوستالجيا الاهلي، وهو كان الف كتاب كده كمان، عايزين نتكلم في تفاصيل الكتاب طبعا عن النادي الاهلي وغيره. صباح الفل وحلقه جديده و10 صبح في الاهلي. بونجور وكل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه وانت طيبه، وكل مشاهدي قناه الاهلي بكل مكان طيبين يا رب. يا رب يكون المحبه دايما حاضره في حياتنا وبمساحه اكبر بكتير مما هي عليه. احنا محتاجين نزود جرعات المحبه بيننا ومن بعض في تعاملاتنا حتى مع بعض. صحيح. الشوارع محتاجه محبه بيننا اكتر من بعض، السواقه محتاجه محبه. يعني مش قادر احكي لك، مش قادر احكي. ده للاسف الشديد والله. على كل احوال كل سنه وكل حضراتكم طيبين، ويا رب كل ايامنا اعياد وكلها فرحه وكلها محبه باذن الرحمن. اهلا بيكم في حلقتنا النهارده، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. كالعاده في الساعه الاولى يعني نتكلم مع حضراتكم في كتير من الامور، وعندنا كتير من الاخبار وكتير من التفاصيل وكتير من الكواليس. وكمان في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا اكتر من فقره حواريه. الفقره الاولى هتنورنا فيها مرام سعيد، وهي بالمناسبه اول محكمه في رياضه كمال الاجسام، اكيد هتكون فقره شيقه جدا ان شاء الله. جدا على فكره. الفقره الثانيه بقى لن تقل تشويقا، لان فعلا هنسترجع من خلالها ذكريات حلوه جدا فيما يتعلق بتاريخ النادي الاهلي المضيء. دي الفقره اللي هوندي كانت بتتكلم مع حضراتكم فيها. وثالث واخر فقراتنا هي فقره طبيه مسجله، هتنورنا فيها او نورتنا فيها بالفعل الدكتوره ايمان المراكبي، وكان برضو الكلام في هذه الفقره في موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. رائع جدا. تعالى بقى نخش على الاخبار الحلوه، لان احنا دايما برنامجنا الحمد لله لحد هذه اللحظه يعني بيبقى بيحمل دايما صداره كمان الاخبار والاحصائيات اللي بتكون حاصله، لان احنا اول برنامج بيكون كمان في القناه. خليني اقول لحضراتكم ان امبارح اصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء في كره القدم، طبعا التصنيف الشهري للانديه، هنا بنتكلم عن انديه العالم عن شهر يناير اللي فات. طيب شهد ايه بقى؟ تفوق كبير، خليني اقول لحضراتكم وافتخروا بده، تفوق كبير للنادي الاهلي وتقدم كمان في الترتيب العام للترتيب العالمي، ده بعد ما شارك في كاس العالم للانديه، وطبعا بطبيعه الحال لما احتل المركز الرابع. في التصنيف الجديد ده جه الاهلي في المركز ال 11 عالميا، وتفوق في الترتيب تاني. بس عايزه اقف هنا ثانيه عشان ما حدش يقول لك وانت بتقول ايه؟ مش احنا اللي بنقول، التصنيفات العالميه هي اللي بتقول، الجهات العالميه الرسميه هي اللي بتقول. النادي الأهلي تفوق في الترتيب على العديد من الأندية العالمية العريقة، زي مين بقى؟ زي باريس سان جيرمان، ها كريم، زي بايرن ميونخ، زي برشلونة. فعشان حضراتكم بس تبقوا عارفين، جاء نادي الزمالك بعد كده في المركز ال 53 عالميا، بيراميدز في المركز ال 65، فيوتشر في المركز ال 145، ده في وهي طبعا الأندية الأربعة الممثلة لمصر في بطولتي بنتكلم إفريقيا للأندية. كمان جه بايرن ميونخ في المركز ال 15 عالميا، لو احنا هنتكلم بقى على الانديه العالميه، برشلونه في المركز ال 16، ده خلف النادي الاهلي بخمس مراكز. انت متخيل اللي انا متخيل وخدت وضعي في القعده بعد الارقام والاحصائيات اللي انت بتقوليها؟ طالما ال 11 على العالم، لا يبقى الوضع لازم يختلف. فطبعا حاجه مدعاه للفخر، ولازم الواحد يبقى فرحان، ولازم تبقى انت عارف انت مين، علشان لما تيجي بعد كده تسمع اي يعني كومنت، اي مبالغه في حاجه، اي راي ملوش اي اساس من الصحة، أي تعليق مضحك، فأنت تعرف أنت فين علشان تعرف ترد. مهم جدا أن احنا نعرف مكانة النادي الأهلي، يعني نتكلم تاريخ ومكانة حقيقية حتى هذه اللحظة، عشان نعرف نرد على أي حد يعني يسول له نفسه، خلينا نقولها بهذا الشكل. وبرضه بنتكلم على قلة قليلة، إنما الناس الطبيعية المنافسين جماهيرهم الناس المحترمة دي مليانة وأكيد هي الأكثرية. فمبروك، وده كان خبر لازم نبدأ بيه طبعا بداية. أكيد يعني بكده طبعا صعد النادي الأهلي ست مراكز في هذا التصنيف الشهري للأندية عن الترتيب الأخير ليه، لأنه يعني أصبح رصيده في هذا التصنيف 218 نقطة، وده في الوضع الحالي، وبتفصله أربع نقاط فقط عن المركز العاشر عالميا. ف
فزي ما هواند بتقول لحضراتكم فعلا مدعاه للفخر بكل ما تحمله كلمه من معنى. على صعيد اخر، الاهلي بيستعد لدوري ابطال افريقيا، وبالمناسبه امبارح مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب كلف العمري فاروق نائب رئيس النادي برئاسه بعثه فريق الكره المتجه الى السودان استعدادا طبعا لمواجهه فريق الهلال السوداني في اطار مباريات دور المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. وتتوجه بعثه الاهلي الى السودان يوم الخميس المقبل ان شاء الله لخوض هذه المباراه، مباراه الهلال المقرر لها يوم السبت 18 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات الإفريقي. وطبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وكل النجاح إن شاء الله، وبإذن الله بإذن الله يكللوا بهذا النجاح إن شاء الله بإذن الله يا كريم. وخليني أقول لك برضو استكمالا للخبر ده، بعد ماتش الأهلي أمام الهلال السوداني، الأهلي هيروح بعد كده ويواجه أسوان، وبالتالي بطبيعة الحال الجهاز الفني لفريق أسوان بيجهز دلوقتي اللعيبة بتاعته علشان يواجهوا النادي الأهلي، ودي أكيد مباراة كبيرة جدا كمان لازم يتم تجهيزها على الجانبين بشكل يعني محترف. يوم هيكون 21 فبراير وهيكون على استاد أسوان، ده ضمن طبعا مباريات جولة 19 للدوري الممتاز. طيب استعدادات أسوان بقيادة طبعا الكابتن أيمن الرمادي واللي عامل شغل كبير جدا وملحوظ مع بجد نادي أسوان، ويحسب ليه بجد يحسب ليه الطفره اللي هو عملها مع نادي اسوان. هتشمل خوض مباراتين وديتين، الوديه الاولى كانت امام يعني الاسماعيلي، دي هتكون غدا ان شاء الله يوم الاربعاء على استاد الاسماعيليه، والوديه الثانيه هتكون يوم الخميس. وبالمناسبه خليني برضو اقول لحضراتكم اسوان خاض 18 مباراه في الدوري المصري هذا الموسم وحصد 22 نقطه في المركز هو التاسع، والاهلي طبعا بينفرد زي ما حضراتكم برضو عارفين بصداره ترتيب الدوري برصيد 37 نقطه من 15 مباراه خاضهم حتى هذه اللحظه. فيعني حاجه برضو فيها فارق كبير، لكن هنرجع نقول مباراه برضو مش سهله، مباراه اكيد احنا كنادي اهلي عمرنا ما هنستهون بيها، لان دي مش عادتنا اصلا انت تستهون باي منافس حتى صحيح. لو كان الترتيب في فرق كبير جدا ما بينه وما بينك، وعايزين نفضل محافظين على الجاب الكبيره بيننا وبين اقرب المنافسين عشان دي بتدي اريحيه للجمهور والله قبل ما تكون بتريح اللعيبه والجهاز صحيح. الفني بطبيعه الحال، وده الوضع الطبيعي وده المكان الطبيعي اللي المفروض دايما يكون فيه النادي الاهلي. اي وضع غير كده فهو وضع مؤقت، تاكدوا ان وضع مؤقت، واول ما بيحصل لا سمح الله بيجري تظبيطه في كسور من الثانيه على طول، ما فيش حد في النادي الاهلي ممكن يقبل بغير كده وبغير الوضع ده وبغير المركز ده. تعالوا بقى نروح للفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي اللي تاهل لنهائي بطوله كاس السوبر بعد ما تغلب على طلائع الجيش امبارح في مباراه قويه ضمن منافسات الدور نصف النهائي. وقيمت هذه المباراه على صاله هيئه قناه السويس في مدينه الاسماعيليه، وشهدت الحقيقه اداء قوي جدا من الفرقتين، لكن اللي حصل ان حسمها رجال طايره النادي الاهلي بنتيجه 3 اشواط نظيفه دون مقابل، وجاءت نتيجه هذه الاشواط 25-23 25-17 و25-13 ليحقق الفريق طبعا الفوز عن جدارة واستحقاق، وكمان بيحسم بقى تأهله للمباراة النهائية. النهاردة إن شاء الله النادي الأهلي هيواجه الزمالك على صالة نادي القناة بالإسماعيلية في المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري للكرة الطايرة. كل التوفيق لرجالتنا إن شاء الله. امبارح كمان اعلنت رابطه دوري كره السله الافريقي تفاصيل بقى مجموعتي اللي هنا بنتكلم النيل والصحراء لبطوله دابال، طبعا كتير من حضراتكم او كتير من الناس بيتابعوها. كان في مؤتمر صحفي اقيم في مدينه لاغوس النيجيريه بيشارك بقى فيها النادي الاهلي بصفته طبعا بطل دوري السوبر المصري، وده برضو انجاز كبير جدا. بيتواجد الاهلي في مجموعه ومجموعه قويه مجموعه النيل، مع عندك بقى يعني بيترو دولواندا الانجولي وكيب تاون تايجرز بطل جنوب افريقيا، وعندك فريق من أوغندا وعندك فريق من موزمبيق وعندك فريق من غينيا، يعني برضو مجموعة تقيلة. وهتقام المنافسات دي أو منافسات تحديدا مجموعة النيل من الفترة من 26 إبريل لغاية 6 مايو، دي هتكون بصالة الدكتور حسن مصطفى، وهيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة لنهايات ذا بول اللي هي البطولة اللي هتقام بقى في رواندا الفترة من 21 ل27 مايو المقبل. كل التوفيق إن شاء الله، احنا منتظرين منهم الكتير لأن هم قدموا حتى هذه اللحظة برضو يا كريم كتير جدا. صحيح، كنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح لو تفتكروا عن استعدادات منتخب مصر للشباب اللي هم مواليد عام 2003 بقياده محمود جابر طبعا لامم افريقيا والمباريات الوديه اللي هم كانوا بيخوضوها. امبارح تعادل مع اوغندا بنتيجه 1-1 في ختام تجاربه الوديه قبل امم افريقيا، سجل هدف مصر محمود مرسي. وبرضه الجدير بالذكر انه سبق وخاض منتخب مصر للشباب مباراه وديه قدام جنوب السودان يوم الجمعه اللي فات، واستطاع انه يفوز في هذه المباراه بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان. منتخب مصر هيخوض بطوله كاس الامم الافريقيه تحت سن 20 سنه في المجموعه الاولى اللي بتضم موزمبيق والسنغال
ونيجيريا، وان شاء الله بيفتتح مشواره بالبطوله بمواجهه موزمبيق يوم 19 فبراير باستاد القاهره الدولي. بالمناسبه في تجهيزات جيده جدا الحقيقه يعني بتحصل حاليا لهذه البطوله اللي هتقام على 3 ملاعب في القاهرة واسكندرية، طبعا بالإضافة لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. الجدير بذكر أن دي النسخة رقم 17 من كأس الأمم الإفريقية تحت سن 20 سنة، ودي بطولة بيتم تنظيمها كل سنتين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للاعبين اللي سنهم 20 سنة أو أقل. هتتأهل الفرقة الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت سن 20 سنة في 2023 اللي هتقام في اندونيسيا، وبنتمنى تكون المشاركة من نصيبنا بإذن الله. طبعا بكرة كمان يا كريم هتنطلق مباريات بطولة الدور الأول من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة، ودي حاجة اتكلمنا عنها طبعا قبل كده، وحاجة مستحدثة وحاجة لطيفة جدا. وعايز أقول لكم أن يعني الموضوع بيتم التنظيم على أعلى مستوى، هنا بتنظمه اللجنة البارالمبية المصرية بصالة برضو وحسن مصطفى، هتستمر لغاية 18 فبراير. هيشارك في البطولة دي 7 فرق من أندية المحافظات، وهتقام 20 مباراة لمنافسات الرجال ومباراة واحدة فقط للسيدات، في أولى بقى تجارب اللجنة بتشجيع هنا السيدات على ممارسة اللعبة، واتكلمنا في النقطة دي قبل كده على فكرة. من ناحية أخرى ومن ناحية تانية بيدخل المنتخب القومي لرجال كرة السلة الكراسي المتحركة معسكر مغلق بعد انتهاء بطولة الدوري، في إطار هنا الاستعدادات عشان يشاركوا بقى في بطولة العالم اللي هتقام بدبي خلال شهر يونيو القادم، وهتشهد مشاركة كام دولة؟ 16 دولة، وتم تقسيمهم ل4 مجموعات. برضو ده حدث كبير جدا، و ميديا وصحافة هتكون بتغطيه بشكل كبير. احنا بنتكلم في بطولة عالمية تقام في دبي، هيقع منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة هنا رجال في المجموعة اللي بتضم منتخبات الجزائر وكندا وتايلاند، فبرضو كل التوفيق ليهم، وهم كده كده مشرفينا يا كريم بصراحة طبعا. لحد طبعا. هذه اللحظة انا بتكلم بكل اللي بيقدموا، حتى لو كان الموضوع لسه مستحدث، بس حتى هذه اللحظة شابول اللي هو بيتم تحقيقه، شابول اللجنة أصلا أن أنت تاني هنرجع نقول أنت بتدي أمل للمعتقد أنه هو ما عندوش أمل في الحياة، أنت بتعيد أحياء إنسان مرة تانية بأي رياضة كانت لذوي الهمم بكل الأنواع طبعا. فربنا يوفقهم في اللي جاي، وإحنا أوريدي فرحانين بيهم وفخورين بيهم، وزي ما أنا بتكلم دي استعدادات عشان بعد كده البارالمبيكس، بس هم بالفعل بيشرفونا مهما يعني كانت النتيجة، فبالتوفيق ليهم إن شاء الله. تعالوا بقى نروح الملف اللي بجد مشرف وبجد لازم نستنسخه، لازم نشوف نفس النجاح المدوي ده على كل الأصعدة الرياضية الأخرى بخلاف السكواش. التألق المصري مستمر في السكواش وعلى الصعيد العالمي، الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر حافظوا على صدارة التصنيف العالمي للسكواش على صعيدي الرجال والسيدات. تراجع علي فرج للمركز الثالث بعد عودته للمشاركة في البطولات من جديد الأسبوع اللي فات بعد طبعا غياب استمر لحوالي 4 أشهر للإصابة في الركبة. تقدم البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الثاني بعد ما حقق بطولتي الأبطال في نيويورك وبيتسبرغ الأخيرة، وجاءت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الأسبوعي كالآتي: الرجال الأول مصطفى عسل، الثاني دييجو إلياس، الثالث علي فرج، وعلى صعيد السيدات الأول أو الأولى نوران جوهر، الثانية نور الشربيني، الثالثة هانيا الحمامي. عظمة يعني ما نتقالش غير عظمة، وكل مرة بنقول لحضراتكم تصنيف عالمي متعلق بالسكواش تأكدوا، يعني لو بنتكلم مثلا على العشرة الأوائل على العالم 9 منهم مصريين، واحتمال يبقى العشر مصري مجنس زي ما كانت حاصلة في أسبوع من الأسابيع، فطبعا حاجة مشرفة جدا. ما انت هنا من ال6 أسماء عندك 5 يعني طبعا. 2 طبعا. رجال و3 سيدات، فيعني ده اوريدي إنجاز طبعا كبير طبعا. جدا. واحنا بنتابع يعني درجات الحرارة في الجدول طبعا، كنت أنا وكريم بنتكلم يعني في محافظات كتيرة جدا ما زرناهاش واحنا عايشين في مصر يعني صحيح. وعايشين في القاهرة فيعني يعني بجد أنا من المحافظات دي تقريبا رحت أسوان، الأقصر، السويس، اسكندرية، ايه تاني والله ما فاكره ايه تاني يعني كده يبقى فايتك كتير، 6 7 محافظات من كل المحافظات المصريه. فبرضو انت سافرت مثلا حلايب على طول دمياط على طول على طول في حلايب، لو مش في حلايب فانا في شلاتين. احنا للاسف مقصرين كمصريين حق بلدنا سياحيا، لان في كتير جدا من الاحيان الواحد بيتفاجئ ان في اجانب عارفين في بلدنا وعن بلدنا اللي احنا ما نعرفوش، وبيجوا من اخر الدنيا عشان يوصلوا الاماكن احنا حتى ما نعرفش بانها موجوده عندنا. ناهيكم عن كم الجمال اللي فيها واللي يستحق الزياره، فبلدنا جميله يا حضرات ومحتاجين نزورها اكتر من كده ونتفسح فيها اكتر من كده حتى على صعيد دعم السياحه المحليه. عموما خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام، اتفضلوا.
عودة لي 10 الصبح في الأهلي. أهلا من كل حضراتكم مرة تانية، عايزين بقى نكمل معاكم سلسلة أخبارنا. وبرضو الجدير بالذكر أن أعلنت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين أسماء اللاعبين المرشحين لتشكيل عام 2022، اختارت بالفعل 26 لاعب من جميع المراكز لاختيار أفضل 11 لاعب منهم ليتواجدوا في تشكيل عام 2022، هو منتخب العام إنجاز التعبير. شهدت طبعا القائمة غياب محمد صلاح لاعب ليفربول، ومن المقرر أنه يتم الإعلان عن التشكيل النهائي والأفضل لعام 2022 يوم 27 من فبراير الجاري. عايز اقول لك بقى ان في اخبار حلوه، ان في تألق شويه بعد فوز ليفربول، الناس ابتدت شويه، هنتكلم طبعا في الصحافه وعوده للتهديف وعوده مره تانية. فيعني الى حد ما كانت زي ما تقول كده وعكه يعني سريعه، ونتمنى العوده سريعا طبعا للتألق لنادي ليفربول، وده خاصه مش قصه بس ليفربول، احنا بنتكلم اكيد يعني تشجيعا لمحمد صلاح، ان هو يستحق فعلا ان هو يكون في مرتبه معينه، وفكره الهجوم اللي كان عليه الفتره اللي فاتت كان غير مبرر بشكل كبير جدا. هنتكلم في كل ده في الصحافه، بس خلينا نكمل. وبما احنا اتكلمنا عن الدوري الانجليزي دلوقتي، نروح برده عن اصابه هالاند اللي احنا اتكلمنا عنها انا وانت امبارح. والغريب بقى ان في صحيفه انجليزيه اسمها ديلي ستار، وهي طبعا صحيفه عريقه، كشفت ان مشاركه هالاند هيكون موجود طبعا في يعني التدريبات الجماعيه اللي هتتم، ولفريقه بشكل هيكون طبيعي جدا. طيب غريبه، لان اقول لك رغم الاصابه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها او اللي تعرض ليها خلال مواجهه فريقه ضد أستون فيلا، وكان بسببها طبعا ان هو المدير الفني خرجه يعني او بدله، وطبعا ده ضمن المنافسات من الدوري الانجليزي الممتاز، وخرج هالاند بالفعل من اللقاء للاشتباه كان وقتها في اصابته ب او اصابه بالفخذ. لكن فكره الخوف وكان القلق ان هالاند هنا ما يقدرش يكمل، والكلام كله اصلا بعد المباراه كريم كان رايح في هذا السياق، ان هل هالاند هيقدر يكمل ولا لا، وفكره هنا برده مشاركته لان دي هتكون مباراه مصيريه طبعا ضد ارسنال، فكره ارسنال طبعا المتصدر، فهيبان. بس بكره مفروض ان واضح كده حتى هذه اللحظه يعني بناء على كلام الصحيفه ان اللاعب جاهز بعد ما خاض المران الجماعي للسيتي بشكل طبيعي جدا، وبالتالي اللاعب هنا بيعلن بجاهزيته الكامل عشان يقدر يشارك في لقاء أرسنال. وأنا أعتقد أن it's not fair، هيبقى مش يعني fair تماما، مش من العدل أن السيتي يلعب ضد أرسنال وما يكونش هالاند موجود، يعني هتبقى كأنك داخل بنص الفريق مش موجود طبعا، مع يعني أنا مع عدم المبالغة، بس هالاند أساسي لازم يكون موجود طبعا. أنا امبارح قلت لك إيه ساعة لما قلت لك كنت بتحكي الخبر بتاع المصطدم بلاعب منافس، قلت لك أنا كنت بتطمن على اللاعب المنافس بعدين إصابة إيه اللي في الفخذ؟ أنت شفتي الفخذ قد إيه يا ست الكل؟ الله صلى على النبي، احنا بنتكلم على لاعب استثنائي على كل الاصعده، وخصوصا على صعيد البنيه الجسمانيه، حد قوي جدا، وطبعا اكيد وجوده في اي لقاء بيثري اللقاء، وبيبقى طبعا في فرصه عظيمه ان احنا نشوف له اربع خمس اهداف كده وعلى الواقف كمان. طيب تعالوا نروح هاتفيا عشان نتعرف على اهم واخر المنشطات الصحفيه في كافه الصحف والمواقع المختلفه. معانا هاتفيا الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي، وقراءه في ابرز عناوين الصحف. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين كل جمهور النادي الاهلي. صباح الخير استاذ عبد القادر، وانا وكريم هنناقش بقى مع حضرتك بعض المنشطات اللي كانت يعني بارزه امبارح، ويمكن اهمها اليوم السابع وهبدا بيه، والمنشط بيتحدث عن كده: محمد صلاح انتصار ليفربول بدايه لاستعاده الثقه، وسعيد بالعوده للتهديف. ده كان تصريح عن محمد صلاح. بتشوف ازاي مباراه امبارح من بين ليفربول وايفرتون، والتالق اللي عاد الى حد كبير لمحمد صلاح، وزي ما بيتقال كده الايه اتقلبت، يعني ابتدت الناس ترجع تاني تشكر في محمد صلاح، ابتدت الناس تاني تثق في ليفربول اصلا كسكواد. بتشوف ده ازاي؟ وايه اصلا يعني ايه فكره هنا اللي حصل؟ إيه ليه عدم التالق ده وبعدين العوده اهو تدريجيا الا خلينا نقول الى هذه اللحظه يعني؟ هو طبعا امبارح محمد صلاح زي ما حضرتك قلت ان يعني هو عمل اداء زي اللي احنا كنا متعودين عليه بالظبط. عمل حتى السبرنت اللي عمله في الهدف ان هو قطع 70 متر في حوالي 7 او 8 ثواني علشان يعمل هجمه مرتده وتحاول دفاعي عظيم جدا، يعني كانك بتشوفي الصوره فيها لاج او فيها بطء، ومحمد صلاح بس هو اللي بيجري، كانه الصوره ثابته ومحمد صلاح هو اللي بيجري. فكانت لقطه معتادين عليها قبل كده من محمد صلاح، سواء حتى لما كان في نزل او حتى مع منتخب مصر او بعد كده مع نادي روما، كان دايما الانطلاقات والمرتدات السريعه دي هي سمه محمد صلاح. فالناس اغلبها يعني قالوا ان خلاص محمد صلاح ما بقاش يقدر يعمل السبرنتات ديت لان الكتله العضليه كبرت، لان متقدم في السن، الحاجات دي كلها. لكن محمد صلاح امبارح
قال لهم لا يعني ما لسه محمد صلاح وعمل سبرنت الحقيقه يعني ممكن يتصنف السنه دي ان هو اسرع لاعب في الدوري الانجليزي اعتقد، يعني لو تم تحليل اللقطه اللي جري فيها من بوكس تو بوكس يعني من جزاء ليفربول الى منطقه جزاء ايفرتون وقدر يسجل هدف. طبعا لمسه الهدف كمان في منتهى الذكاء، يعني هو مش ما عملش مجهود كبير قوي ان هو يفنش الكوره، وبس حط رجله في طريق الكوره فراحت للشباك. طبعا هو تصريحات كمان محمد صلاح بعد المباراه الحقيقه يمكن احلى من الهدف، يعني هو تصريحاته امبارح الحقيقه تدرس يعني بالنسبه للاعبين حتى المحليين او اللاعبين البعيد شويه عن الاحتراف، لان هو حتى تصريحاته امبارح بيقول انا كنت زعلان ان انا ما بسجلش اهداف، لكن اللي مزعلني اكثر ان احنا ما كناش بنكسب، لكن لو كنت بسجل ولو ما كنتش بسجل والفريق بيكسب ده كان هيبقى ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. طبعا هو برضه هزر شويه قال انا نسيت الاجوان بتيجي ازاي والكلام ده كله، لكن كمان المح خلي بالك لسبب من اهم اسباب غيابه عن التهديف وغيابه عن التالق، هو قال ان تغيير طريقه اللعب بالظبط وجود اثنين لاعبين في الهجوم جداد كل ده ساهم في عدم التاقلم بشكل كويس، حتى قال هو دلوقتي انا بدات افهم داروين نونيز بيلعب ازاي، هو بيحاول كمان يفهم. فكل دي تلميحات كده ما بين السطور في تصريحات محمد صلاح بيقول يا جماعه انا ليه السنه دي مش زي السنه اللي فاتت، السنه دي هو جايب 8 اهداف بس في الدوري الانجليزي، ده رقم طبعا خلاه بعيد جدا 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 عن المنافسه، يعني كنا لسه بنتكلم عن هالاند 25 هدف، هاري كين 17 هدف، بعد كده محمد صلاح 8 اهداف، وطبعا في ما بينهم يعني ده مش محمد صلاح فعلا. عشان كده استاذ عبد القادر لو تتفق معايا في النقطه دي اتكلمت فيها انا وكريم قبل كده، كنا بنقول عندنا علامه استفهام على قصه تحميل محمد صلاح ان ليفربول مش موفق هذا الموسم، رغم ان احنا اتكلمنا في نقطه ان يعني كلوب هو اللي مغير طرق اللعب، وحتى محمد صلاح اتكلم عن النقطه دي اكتر من مره، فانا ليه بلوم كجماهير ليفربول محمد صلاح عن عدم او تراجع ليفربول؟ يعني الموضوع كان برضو غريب جدا، يعني هو كلاعب مش دوره ان هو ينجح او يفشل فريق لوحده، بلس ان طرق اللعب اوريدي اتغيرت وهو لم يتم تدريبه بشكل كبير بما فيها بشكل مركزه احترافي. بما فيها مركزه هو شخصيا في بعض الاحيان، فالموضوع غريب شويه. يعني طبعا يعني ميسي نفسه اعظم لاعب في العالم وفي التاريخ من وجهه نظر انا الشخصيه، يعني شفناه مع الارجنتين كان بيعاني ازاي لان ما كانش معاه سكواد يساعده، حتى كذا مره كان بيخسر في كاس العالم، كذا مره كان بيخسر في كوبا امريكا، لحد ما ربنا وفقه وبقى معاه فريق يقدر يساعده، بقى معاه مدرب زي سكالوني يقدر يساعده. نفس الكلام مع محمد صلاح، هو الفكره ان فرقه ليفربول حقيقه كان قرار غريب جدا من يورجن كلوب واداره ليفربول ان هم يغيروا طريقه اللعب، يغيروا كمان السكواد، يجيبوا يفشكلوا الهجوم اللي كان ناجح جدا، يعني ثلاثيه صلاح وماني وروبرت فيرمينو كان الحقيقه ثلاثيه ممتازه داخل عليهم جودة برضه تمام، حتى الناس انتقدت ان هم راحوا يتعاقدوا مع مهاجم ب 100 مليون يورو نونر من بنفيكا وهم كانوا محتاجين مراكز اهم من مركز المهاجم، فكل ده اتلغوش. حتى كريم بيتكلم ان محمد صلاح كمان مركزه اتغير في الملعب، يعني بعد كان بيبقى جناح بيخش في القلب، لا بقى جناح بيلعب على الخط وبيحاول يلعب على الرياض زي الجناح اللي في مانشستر سيتي مثلا في طريقه بيب جوارديولا، ده ما كانش الجناح بتاع يورجن كلوب خالص. فهو كل التغييرات دي طبعا اثرت بالسلب كتير على محمد صلاح، وده تزامن كمان مع اول موسم لمحمد صلاح بعد تجديد العقد، والكل قالت لا محمد صلاح شبع ومحمد صلاح ما بقاش عنده دوافع، لكن انا اعتقد ان الامور مش كده خالص، هي بس فكره التاقلم، وزي ما قلت لك تصريحات محمد صلاح امبارح هي كشفت كل حاجه ووضحت كل حاجه، ونتمنى له طبعا ان هو يرجع تاني، لان هو دلوقتي الفرق ما بينه وما بين المركز الرابع المؤهل للتشامبيونز ليج 6 نقاط، فيقدر ان هو يرجع لان الموسم لسه طويل ويقدر ليفربول. صح، لسه في فرصه. مظبوط. جميل، نروح بقى مع حضرتك لمنشات تاني، والمره دي من بوابه الاهرام، والمنشات بيقول دوري ابطال اوروبا ميلان يسعى لتجاوز احزانه المحليه على حساب توتنهام. وانا سؤالي لحضرتك يا استاذ عبد القادر هو ميلان وتوتنهام وضعهم يكاد يكون متشابه قوي، يعني هما الاثنين في عرض اي فوز والسلام حتى لمصالحه جماهيرهم، فشايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي، وشايف وضع كل واحد فيهم عموما عامل ازاي؟ والله بص يعني دايما في على كل سفره كده في حد مهم قوي، في ناس اقل اهميه شويه، اعتقد ان الاثنين اللي هيلعبوا النهارده هما يمكن من مع الاحترام الكبير جدا لتاريخهم، لكن هما غالبا هيكونوا ضيوف شرف مش هيكملوا معانا لاخر البطوله، لان انت بتتكلم في ميلان صعبه جدا، الدوري الايطالي الفتره الاخيره بقى متقلب جدا، كل سنه بنشوف فريق جديد بينافس، كل سنه بنشوف فريق جديد بطل بعد طبعا اللي حصل ليوفي يوفنتوس في الفتره الاخيره، خلاص ساب العرش اللي كان حافظ عليه 9 سنين ورا بعض، وابتدت الانديه الايطاليه تتناوب على الفوز بلقب الدوري. الناحيه الثانيه توتنهام رغم انه عمل ماتش كويس جدا قدام مانشستر سيتي قدر يكسب 1-0،
بهدف هاري كين، رجع بعد كده حصلت له انتكاسه كبيره قوي، خسر 4-1 امام مانشستر سيتي، وبالتالي هي دوري ابطال اوروبا هتبقى فرصه كبيره. طبعا شفنا توتنهام قبل كده بيصعد الى نهائي دوري ابطال اوروبا، اما ميلان فهو لسه بيحاول يرجع تاني كفريق ضمن فرق دوري ابطال اوروبا بعد فتره غياب طويله جدا الحقيقه. فهي المباراه النهارده يعني مجرد ان احنا نشوف ميلان او توتنهام في دور الثمانيه ده هيبقى نجاح كبير جدا جدا بالنسبه لهم، فيعتبر موسم سيء ابدا للفرقتين، لان الفرقتين مش معودين دايما ان هم في السيمي فاينل كل سنه او في الكوارتر فاينل، او حتى حد فيهم بيقدر ينافس على البطوله. حتى توتنهام لما تاهل الى النهائي في 2019 وخسر من ليفربول، كان الناس كلها عارفه ان توتنهام هيتاهل عشان يخسر من ليفربول، دي كانت فرصه طبعا لمحمد صلاح ان هو يكسب، يبقى عندنا لاعب مصري يعني دوري ابطال اوروبا. لكن النهارده المباراه زي ما بقول لكم يعني هي غالبا هتفضل لنا فريق هيخرج الدور اللي جاي او اللي بعده بكثير، لكن ما اعتقدش ان حد فيهم النهارده من المرشحين، على عكس الماتش الثاني، الماتش الثاني ما بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، اعتقد ان واحد منهم ممكن يكمل معانا للنهائي او يكسب البطوله كمان. رائع جدا. نروح بقى للشرق الاوسط وموضوع برضو لطيف نتكلم معه، المانشيت كالتالي: نخبه الانديه العربيه تتاهب للمشاركه في كاس الملك سلمان. هل هنا احنا بنتكلم ان الاتحاد المصري مثلا هيرشح الاهلي والزمالك، ولا بسبب الاوضاع ومشاركتهم في الدوري وافريقيا ممكن الاتحاد المصري مثلا يرشح انديه اخرى؟ وجهه نظرك ايه استاذ عبد القادر؟ هو طبعا الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا الموضوع معقد شويه، المفروض النادي الاهلي هيشارك في دوري السوبر الافريقي اللي هو جايزته توصل 10 مليون دولار لصاحب المركز الاول، مش عارفين لسه البطوله هتتلعب امتى، مش عارفين البطوله هتتلعب ولا ممكن يتم تاجيلها. طيب هو هيشارك في دوري السوبر ودوري ابطال افريقيا، هيبقى عنده كمان دوري ابطال عرب، ودوري ابطال عرب كمان جايزتها او اللي هو كاس الملك سلمان. طبعا هو كل دوره بتاخد اسم احد زعماء العرب، طبعا بعد طبعا الشيخ زايد في الدوره الاولى والملك محمد في الدوره الثانيه ودي الملك سلمان في الدوره الثالثه. فطبعا جايزتها كبيره، يعني اخر جايزه ليه كانت 6 مليون دولار، وده برده رقم كبير، يعني ده رقم محترم جدا، يقدر ينعش خزينه اي نادي في مصر طبعا، وعلى راسهم النادي الاهلي. بنتكلم لما حتى لو وصل السيمي فاينل، حتى لو وصل كوارتر فاينل، كلها بتبقى جوائز كبيره جدا تكاد تتفوق كمان على جائزه دوري ابطال افريقيا. لو وصلت دور الثمانيه في دوري ابطال عربي بتاخد نفس الجائزه تقريبا في دوري ابطال افريقيا لما تكسب البطوله، فهي مشاركه مهمه حتى على الصعيد المادي. لكن كمان مش عايزين ننسى بقى ان الانديه السعوديه دلوقتي عندهم مصر كريستيانو رونالدو، عندهم الهلال اللي شفناه وصل نهائي كاس العالم، في كتيبه من المحترفين، فالانديه السعوديه برده تبقى خصم سهل. يمكن البطوله كمان تبقى اصعب من دوري ابطال افريقيا بسبب وجود ثلاث انديه سعوديه، صعبه جدا جدا التفوق عليها من اي نادي، وان كان طبعا اخر مواجهه بين النادي الاهلي البطل اسيا نادي الهلال، النادي الاهلي تفوق طبعا برباعيه نظيفه، ولكن تظل دايما بطوله صعبه وماتشات صعبه جدا. رائع جدا استاذ عبد القادر، بنشكرك جدا انا وكريم اكيد يعني على هذه القراءه المحترمه، بنشكرك، شكرا لك. كلام جميل، انا سعيده بكل الماتشات دي. تاني هرجع اقول لك بالخبر الخاص بعوده تاني تالق ليفربول محمد صلاح، بصراحه يعني ده احلى خبر احنا امبارح كنا بنسمعه او ان احنا يعني تابعناه. طيب معانا بقى فيديو جراف لذيذ جدا، لان في الجو اللي احنا دلوقتي بنشهده جو البرد، في ناس طبعا بتكره البرد او بتتعب كمان، مش بس بتكره البرد، بتتعب من البرد بطبيعه الحال، فبيبقى الواحد بيدور على اي حاجه يعملها، اي حاجه يشربها، اي حاجه ياكلها عشان تدفيه. الفيديو جراف ده هنتعرف مع حضراتكم عن نصايح عشان نحافظ على جسمنا دافي، سواء بنتكلم بقى بالرياضه او لايف ستايل معين، هنعرف من خلال الفيديو جراف. خلينا نتابع. طيب ادي نصيحة، في بقى نصيحة تانية على صعيد مختلف، على صعيد التمرينات الرياضية السهلة البسيطة اللي كل واحد فينا يقدر يعملها بمنتهى البساطة في أي مكان، سواء كان في الشغل أو حتى في البيت. تعالوا نشوف مجموعة من التمارين الجديدة نتعرف عليها مع كابتن أحمد عوض، وهو مدير جيم أند جال بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، تابعوا معنا. صباح الخير على مشاهدين أهل العظام، النهاردة هنعمل تمارين لمنطقة الرجلين أو الهيبس عامة من تحت اللور بودي، هنعملها بطريقة سهلة جدا وجديدة، هتبقى بسيطة بالنسبة لي لو بعملها في البيت. هنعمل الأول ماشي في المكان، كون سخنا كويس، أهم حاجة تسخين قبل التمرين. بعد كده هثبت على رجل، والرجل التانية هاخد بيها خطوة لورا وارجع تاني. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة،
8 هثبت على رجلي تانية، اهم حاجه ان رجلي تبقى تحت كتفي عشان اريح منطقه الحوض. هثبت على الركبه التانية، يلا 1 ركبتي ما تطلعش لقدام، 2 3 4 5 6 7 8 عم ماشي في المكان ده البريك بتاعي، دي راحه ايجابيه عشان اريح العضله شويه. تاني هثبت بقى على الاثنين وانزل لتحت، 1 اللي بنسميه سكوات، 2 3 بقعد لورا، 4 طلع ايدي لقدام عشان اعمل بالانس او توازن، 2 كمان هثبت، 1 2 3 4 5 6 برافو، 7 واحده كمان ثانيه، 1 اثبت، 2 3 اللي مش قادر يرجع لورا قوي يرجع سنه صغيره، 5 6 7 واحده كمان 8 برافو، 2 كمان واحده كمان تحت هاف 8 طلعش لفوق، 5 4 تحت 3 توازن 2 1 ماشي في المكان. هناخد خطوة لقدام ونرجع تاني، 1 وارجع، 2 ما اروحش لقدام قوي، 3 4 رجلي التانية، 1 خطوة بس، 2 وارجع تاني، 3 ما اروحش لقدام قوي، 4 اهم حاجة ركبتي ما تعديش، اثبت ماشي في المكان، خطوة لقدام وانزل لتحت وارجع تاني، 1 2 3 وارجع تاني، 1 2 3 وارجع تاني، تانية 1 2 3 1 2 3 تاني 1 2 3 عشان اعمل بالانس، 1 2 1 2 2 بالس تحت، 1 2 1 2 هرجع هاف 8 7 6 5 4 3 2 ماشي في المكان. كده احنا شغلنا منطقة الرجلين كلها بالهيبس. هنعمل 1 سكوات، 1 باك، 1 فرونت وارجع تاني لرجل واحدة، تاني سكوات باك سكوات فرونت، واحدة كمان سكوات باك سكوات فرونت، الرجل التانية سكوات باك سكوات فرونت، مرة كمان سكوات باك سكوات فرونت، ماشي في المكان. هنعملها بقى مرة يمين ومرة شمال، المجموعة كلها مع بعض نركبها مع بعض، يلا بينا. سكوات باك سكوات فرونت، رجل التانية باك سكوات فرونت، 8 سكوات 7 6 5 4 3 2 مارش. نفس جامد، لازم بعد التمرين نعمل اطالات ونطول في الاطالات، احنا هنعملها بطريقة خفيفة شوية بعد التمرين. نفس جامد وانزل لتحت، طلع النفس، اثبت تحت على قد ما اقدر، مش لازم حد يلمس، ممكن يبقى فوق سنة على حد ما اقدر، هطلع تاني فوق، عندي بالانس هسند على حاجة، لو ما عنديش عندي بالانس هثبت رجل، نفس، الركبة اللي واقف عليها تبقى soft 20 ثانية، تاني اخد نفس، طلع النفس، وبكده نكون عملنا تمارين جديدة، يا رب تكون مفيدة، مع حلقة جديدة ان شاء الله. ضيفتنا في الفقرة دي احنا هنتكلم مع نموذج نسائي
بجد مختلف وناجح، وانا من الناس شخصيا اللي بحب دايما النماذج النسائيه اللي بتضيء كده في مجالات كمان ربما البعض بيقول لك لا دي مجال الرجال فقط. ضيفتنا اول محكمه لرياضه كمال الاجسام، فمتخيلين حضراتكم عايزين نعرف اكيد منها يعني المشوار والتفاصيل وايه اللي حببها اصلا في اللعبه دي من البدايه، وبعد كده تتجه ان هي تبقى محكمه، وايه هي بتعمل ايه دلوقتي، هنتكلم في كل ده. بس خلينا نرحب بيها في البدايه، يعني نجمتنا مرام سعيد اول محكمه كمال الاجسام. بونجور. بونجور. صباح الهنا. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين. منورانا في حلقتنا النهارده، اهلا بيكي. وخلينا نتعرف في البدايه عنك كخلفيه بما يشمل كمان فكره ان انت دخلتي في مجال التحكيم لرياضه كمال الاجسام بصفه خاصه. تمام. انا مرام سعيد، انا اقدر اقول 17 سنه او 18 سنه في مجال الميديا ما بين مقدمه برامج او صحفيه في مجال الشكاوى والحالات الانسانيه. ده قبل كمال الاجسام ولا بعد؟ لا ده 18 سنه دي حياتي كمال كلها. الاجسام كمال الاجسام انا دخلتها مؤخرا. أوكي. لكن دي كانت حياتي الاساسيه، الشكاوى حاجات، والمهم شغل الميديا يعني بشكل عام. لما تعرفت على زوجي كان هو وقتها بطل في كمال الاجسام، وانا كنت ما زلت في المجال الاساسي بتاعي اللي هو الميديا، وانا ما كنتش بحب اللعبه دي اصلا، ما كنتش بفهمها وما كنتش بحبها خالص. لما اتعرفت عليه اكتشفت ان هو بطل ما كنتش اعرف، فابتديت اللي انا افهم فيها شويه غير او اغير الخلفيه بتاعتي اللي انا واخداها اصلا. بقى في اللعبه بالظبط. حضرت معاه بقى التجهيزات بتاعه البطولات وهو كان مدرب، فابتديت اللي انا افهم احضر معاه البطولات لغايه بقى ما اتجوزنا. حبيت ان انا اعمل دمج ما بين الاعلام عندي وما بين الشغل كمال الاجسام، لان ما كنتش بشتغله اصلا. فعملت اول صفحه خاصه بكمال الاجسام في احدى الجرائد الورقيه، وهو بقى معايا فيها، دخلته عالم الميديا بتاعي او عالم الصحافه، وشويه عكسنا. انا بقيت دخلني هو برضو العالم بتاعه، انا بقيت مستشاره اعلاميه للاتحاد المصري والعربي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه، ومع الوقت هو ابتدى ان هو يكبر فيها، وانا عماله اتابعه واتابع اللعيبه واتابع الحاجات اللي هي الخاصه بيهم، لان الصفحه كمان عرفتني من خلال اللقاءات معاهم عن كمال الاجسام وايه هي كمال الاجسام، ولقيتها حاجه صعبه جدا يعني. لما اخذ تحكيم وبقى اول حكم مصري على مستوى، اول واصغر حكم مصري على مستوى العالم محترفين، ابتديت بقى انا احضر معاه قصه التحكيم. ولو هو قاعد في البيت بيتفرج مثلا، هو من هوايته ان هو يقعد في البيت ما يتفرجش على اي رياضه تانية، يقعد يتفرج على البطولات وزي مذاكره كده. ابتديت ان انا بقى اتناقش معاه ده ليه ياخد الاول، وابتديت ان انا اقول له طب ما ده المفروض ياخد الاول، فيقول لي ليه، اقول له عشان كذا كذا كذا، فلقى عندي رؤيه. على فكره احنا في مرحله معينه من اللقاء ده عايزين نعرف كذا وكذا دي ايه، لان فعلا في ناس في بعض الاحيان وبالذات في البطولات زي مستر اولمبيا والحاجات زي كده المستويات اصلا تكاد تكون متطابقه، واخده بالك، وحجم العضلات، يعني ايه المقاييس اللي بناء عليها انت كمحكمه لكمال الاجسام بتقولي ان اللاعب الفلاني هو المركز الاول واللاعب العلاني هو المركز الثاني، وهما الاثنين برؤيه العين يكاد يكون متطابقين؟ هي دي بتبقى في التحكيم ليها قواعد واسس، بس انا عايزه يعني برضو اوضح لحضرتك حاجه. هو انا واخده اول سيده من اوائل السيدات المصريات اللي واخده تحكيم مصري، تمام، في كمال الاجسام، لكن بعد كده استمريت بره واخدت تحكيم فئه فيتنس تشالنج. اوكي. يعني انا نقلت من التحكيم المصري للفيتنس تشالنج. بس برضو لو هرجع للنقطه بتاعت حضرتك هقول لك ان هي بتبقى ليها قواعد كده تحكيميه، ممكن الناس الشخص العادي يشوف الابطال كلهم متساويه على المسرح، لكن المحكم شايف لا، شايف ان العضلات دي معموله بشكل معين، العضلات دي هل هي فعلا طبيعيه ولا لا، الوقفه على المسرح ليها قواعد كتيره قوي، حتى الوقفه على المسرح نفسها وشكل البطل، لان هي اللعبه اسمها كمال الاجسام، طبعا الكمال لوحده، لكن هي كمال الاجسام في حد ذاتها بتبقى عايزه اللاعب يكون في رؤيه كماليه كبيره جدا وهو واقف على المسرح. هو استعراض في النهايه. بالظبط. هو شو استعراضي، وبعدين هم اكنهم بيرسموا لوحه، فشكل اللوحه الجماليه عامله ازاي حضرتك؟ بس هي تخوف، هي لوحه تخوف. يعني انا من الناس اللي صح؟
يعني والله يعني مش عارف هم شكلهم. اللي نهاوند بتقول لحضرتك عليه ده رأي كتير من السيدات ساعات بيتخضوا من الكتله العضليه الرجاله. انا ده كان رايي على فكره الاول، مش جميله، كنت بتشوفيها نفس المنظور بتاعنا. انا كنت بشوفهم يعني متخيله ان كلهم بالحجم العضلي الكبير ده. المفاجاه بقى انا لما عرفت اتعرفت على زوجي، هو كان جسمه عادي جدا في البطولات، جسمه اتغير تماما، بيتحول بس على مدار شهور كتيره بيقعد يتمرن. فاكتشفت ان هم لا، في التجهيز للبطولات الوضع بيختلف، وبعدين هي اوزان في الاول وفي الاخر، كل واحد بيلعب تحت وزن معين. لكن الجسم ده لو هو ما بيجهزش بقاله فتره لاي بطوله جسمه بيرجع تاني. طب بس انت درستي فين يا مرام يعني عشان توصلي لمحكمه؟ درستي في دورات بتتعمل في الاتحاد المصري لكمال الاجسام، طبعا تحت قياده رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي دكتور عادل فهيمي، اللي حقيقي بوجه له كل الشكر والتحيه لان هو دعمني ككمان اول سيده على مستوى مصر. كنتي لوحدك بقى بتاخدي الكورس ده؟ لا، هو انا اخدت، انا من اوائل السيدات في مصر ان انا اخد تحكيم مصري، وده اللي اهلني ان انا لما اسافر بطوله العالم في اسبانيا 2022 انا بسافرها كل سنه بشارك فيها. لكن السنه دي كان فيها دوره معموله خاصه بالفيتنس تشالنج، انا كنت تقريبا السيده الوحيده على مستوى الوطن العربي اللي شاركت فيها واكتستها الحمد لله واخدتها، وهي فئه مستحدثه في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام واللياقه البدنيه اسمها فيتنس تشالنج، واول حاجه تكون تابعه للاتحاد او بيشرف عليها الاتحاد المصري يشارك فيها سيدات. احنا المعروف على مستوى الوطن العربي ومصر ما ينفعش سيدات تشارك كلاعبات او انا كنت اصلا عايزه اتكلم معاكي في النقطه دي، هو هل ده واخدينه من ناحيه يعني دينيه ولا إيه؟ من ناحيه العادات طبعا الشرقيه بتاعتنا، لان مشاركه السيدات في كمال الاجسام بتتطلب ان هي تلبس ملابس زي معينة ملابس طبعاً معينه طبعاً، وده مخالفه لينا تماما، او تعمل عرض بشكل طبعاً معين. على فكره هو لبس الرجال برضو مخالف لشريعتنا لو احنا هنتكلم او ديننا او عاداتنا، بس هي دايما بس السيدات يعني بتبقى كده دايما. بس لا، بس على فكره النقطه دي بس السيدات اثارت جدل قبل كده على فكره التفصيله دي. بس خلينا نتفق ان السيدات الشو الاستعراضي بتاعها كمان بيبقى ممكن اكثر بكتير وكطبيعه اللبس كمان ده. وبعدين احنا خلينا نقول ان عاداتنا الشرقيه نفسها ممكن تسمح للرجال بحاجات وما بتسمحش للسيدات بحاجات، والعكس صحيح بالظبط. لكن ده ما منعش ان بقى في الفتره الاخيره وبنشوف حتى من خلال السوشيال ميديا فيديوهات لناس كتير بنوتات وسنهم صغير وبيلعبوا كمال اجسام، بيمارسوا الرياضه، بيلعبوا لكن ما يقدروش يدخلوا بطولات. طول عمرنا في يعني عادي بيلعبوا كمال اجسام في الجيم او بشكل عام، لكن بطولات على مستوى الوطن العربي ده الاتحاد رافض بشكل عام لان ده مخالف. ده في مصر بس ولا في دول عربيه ثانيه كمان؟ هو رئيس الاتحاد المصري والعربي دكتور عادل فهيم، فهو بالتالي يعني ده مرفوض يعني بالنسبه لمصر او الوطن او الوطن العربي بالظبط. لكن بره بقى فيه في اوروبا ايه اكتر الدول بقى المتالقين فيها سيدات ككمال اجسام؟ والله في سيدات بتلعب كتير يعني في اسبانيا مثلا في سيدات كتيره بتشارك، وعايزه اقول لحضرتك ان في الفتره الاخيره كمان لعب السيدات في البطولات في اوروبا او كده ابتدى شويه، الا هم استحدثوا فئات تانية جديده لقوا ان هي بتبقى الطف شويه من شكل السيدات في كمال الاجسام. يعني شكل السيدات في كمال الاجسام شويه ما بيكونش يعني بيكون بالظبط، لكن في حاجات تانية طلعت يعني في بيكيني فيتنس وفي في فيزيكو في كلاسيك، في حاجات كتيره قوي ممكن حد شارك فيها. لكن لو هنرجع للنقطة اللي أنا كمان تخصصت فيها اللي هي الفيتنس تشالنج، الحاجة الحلوة اللي فيها اللي هي اتلعبت أولا هي أول بطولة ليها اتلعبت في مصر في ديسمبر، كانت بطولة الأفرو عربية وأول بطولة يشارك فيها سيدات، طبعا متاح ليهم إن هم يلبسوا أي لبس ترينج اي حاجه بنطلون اي حاجه رياضيه يشاركوا فيها وهكذا الرجال. ودي كانت اول مره لاعبات او سيدات يشاركوا فيها تحت اشراف الاتحاد المصري كمال اجسام، لان هي طبعا لياقه بدنيه، وده اعتقد حتى اللي بيطالب بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاله فتره طويله يقول يا جماعه اللياقه البدنيه، وهو فعلا ده اللي حصل، ودي كانت اول بطوله وان شاء الله يكون في بطولات تانية. حلو جدا. طيب خلينا برضو نفهم بقى لنستغل وجودك معانا، الجسم ده علشان يتعمل بيبقى فيه اكل معين، بيبقى فيه
لايف ستايل تاني خالص، هل هو بيكون صحي؟ لان الشكل يقول لك اه صحي، بس عشان اوصل للليفل ده وعلشان لا اصل بيبقى خارق في كمال الاجسام. اه بتكلم يعني صح بيبقى. لا لا اقول لك اروح بعيد ليه؟ ما هي كزوجه بقى زوجها بيمارس الرياضه دي يعني بياكل ايه بالظبط، اللايف ستايل ايه وطريقه الاكل، هل هي هيلثي اصلا ولا بيبقى فيه مش عارفه بيسموها ايه اللي هي الشيكس والحاجات اللي زي كده؟ هو انا فعلا هتكلم كزوجه بقى لكابتن محمد محسن كان بيحضر لبطولات قبل ما يبقى تحكيم. لا هو الاكل طبعا بيبقى صحي جدا وده فادني انا شخصيا كتير. يعني بتفطري ايه وقت البطولات؟ بتغذيه ايه وقت البطولات؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان الاساسي عندي لازم يكون ميزان، في ميزان يعني المتعارف عليه ان لاعبين كمال الاجسام بياكلوا كميات كبيره جدا. هو اصلا في ميزان عندي في البيت، ميزان اكل، لما باجي احط له الرز مثلا ممكن مرام 100 جرام مثلا على مستوى اليوم، انا لازم احسب له ال 100 جرام ده، افطره مثلا عدد معين من البيضات، بس البيض ما يكونش مثلا كامل، يعني ممكن حد يقول يا بتوع كمال اجسام ممكن ياكلوا مثلا 8 بيضات على الفطار، ما هو مش كامل، هو بياكل البياض وما بياكلش الصفار. فالفراخ بياكل لا هو بياكل كميات معينه مثلا من البانيه محسوبه بالميزان، بالميزان بالظبط. ما اقدرش اللي انا يعني انا لو زودت له يبقى باذيه، لو زودت له ملح بشكل معين او حطيته في وقت من الاوقات يبقى باذيه، الاكل لو عملته بالسمنه والزيت وكده في فتره يبقى باذيه. احيانا هو بياكل اكل انا ما بستحملوش بس بدات اتعود عليه. ممكن ناكل اكل بدون ملح تماما، حاجات بدون سكر، وده علمني. انا كنت من الناس اللي هي انا كنت بلعب رياضه بس ده علمني ان انا اكل سكر، يعني ما اكلش سكر، ابطل السكر خالص. فبدل ما كنت باخد 3 معالق سكر بقيت باكل معلقه. ما بتاكليش اي حاجه فيها سكريات ولا بس السكر؟ يعني مثلا ما فيش اي حاجه سويت؟ لا هو خالص. هو نفسه في فتره من فترات لا ما ينفعش. لكن بشكل عام انا اتعلمت ان انا يعني واضح أحطر. ان الجوازه دي جت بفايده جدا على اصعده مختلفه لا خلاص احنا دخلنا بقى الفتنس تشالنج. وعايزه اقول لحضراتكم بس عشان الناس برضو تبقى فاهمه معايا ايه هي لعبه الفتنس تشالنج. هي عباره عن 6 حركات اي حد يقدر ان هو يشارك فيها، يعني لاعب كره القدم يقدر يشارك في الفتنس تشالنج، اي حد بينزل جيم بيمارس الجيم يقدر ان هو يشارك في الفتنس تشالنج. 6 حركات محددين ليها كذا مستوى، مستوى فضي، مستوى ذهبي، مستوى برونزي. اللاعب او اللاعبه بيدخلوا يعملوا اول حركه خلال 2 دقيقة، لازم يعمل اكتر عدد من التكرارات لازم بشكل صحيح، وبعد كده بيرتاح 2 دقيقة وهكذا وهكذا. لكن هم 6 حركات محددين. بصي بقى احنا معانا على التليفون يعني كابتن عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الاجسام دلوقتي على التليفون. يا كابتن عادل بونجور، بنرحب بحضرتك. اهلا يا حوادث، صباح الخير عليك. صباح الهنا و صباح الخير لكريم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير لنجمتنا حكمتنا القديره مرام، وسعيد جدا ان انا اكون معاكم. لا مرام بصراحه احنا سعداء بيها كمان شخصيا، لان بنحب جدا النماذج النسائيه اللي هي بتروح وبتطور من نفسها وبتروح وكمان تشتغل في مراكز يمكن مش كومن او مش مالوفه للمجتمع بتاعنا وبتنجح فيها، فده بيكون تحدي في حد ذاته، فبجد نموذج جميل. بس عايز اروح بقى مع حضرتك كابتن عادل برضو لكام نقطه كده. يعني مبدئيا خلينا نطمن على التحكيم من حضرتك، خلينا نطمن على ملف كمان ابطالنا في الفترات اللي جايه والتحديات اللي بيواجهوها. اتفضل كابتن عادل. اولا التحكيم عندنا وبصفه خاصه التحكيم الدولي ده شيء يعني مقدس، لان التحكيم الدولي لا يصدر الا عن طريق الاتحاد الدولي وعن طريق امتحان بطولات العالم. جميل. وحكامنا الدوليين زي كل الحكام الدوليين في كل حته في العالم بيحصلوا على التحكيم الدولي بعد اختبارات صعبه. واغلب الناس اللي بتروح للامتحانات التحكيم بتسقط اول مره. الحمد لله لا نستطيع ان نتحدث عن حكامنا الدوليين لان هم مميزين، وانت معاكي الحكمه الدوليه النسائيه الوحيده اللي موجوده في العالم اللي هي مرام، وهي حكمه قديره وانا متاكد ان هي يعني
هيكون لها شأن كبير وهتغطي على كل أسئلة المستمعين أو المشاهدين. جميل. بالدعم طب. من حضرتك يا دكتور، أنا عايز أقول دكتور عادل يعتبر الأب الروحي للعبة، كمان لعبة كمال الأجسام. حقيقي بيدعم الجميع، وعايزة كمان أوجه تحية لو تسمح لي يا دكتور لأبطالنا اللي هم شاركوا في بطولة العالم في أسبانيا وحصلوا على 12، أبطالنا في كمال الأجسام الأبطال المصريين وحصلوا على 12 ميدالية متنوعة ما بين برونزية وفضية وذهبية، وده طبعا من دعم من دكتور عادل فهيم اللي بيدعم الكل. رائع جدا، دي نقطة حلوة جدا وإنجاز بيضاف طبعا للرياضة المصرية كابتن عادل. فخلينا كمان نعرف التحديات اللي جاية، يعني طمنا كمان على أبطالنا في التحديات الفترة اللي جاية كابتن عادل، اتفضل. هي مصر لها مقام، خلينا نسميه مقام رفيع في كمال الأجسام على مستوى العالم. الاتحاد الدولي اللي بتشرف إن أنا النائب الأول لرئيسه في 204 دولة، وده رقم قياسي لأي اتحاد. أعتقد إن هو في التوب 5 من حيث عدد الدول المشاركة في أي اتحاد دولة في أي لعبة في العالم. كمال الأجسام لعبة عريقة لها تاريخ. مصر دولة متميزة، في آخر 30 سنة مصر خدت بطولة العالم، على فكرة بتقام مرة سنويا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل عام. فمصر آخر 30 سنة خدت 13 مرة أول عالم في ترتيب الدول مش في ترتيب الأفراد. حلو جدا. جمعوا النتائج بتاعت الأبطال، واللي بياخد أعلى نتائج بيبقى الأول ثم الثاني وهكذا. فمصر 13 مرة خدت بيسموها في الكونتري بليس من ترتيب الدول أول عالم 13 مرة، منهم 9 مرات ورا بعض. واو. وده مسجل في موسوعة جينيس. خدنا تاني عالم 8 مرات، خدنا تالت عالم 3 مرات. ما عندناش بطولة عالم بيبقى فيها عدد دول أقل من 100 دولة، فده تميز طبعا لمصر، وده بقى سحر الفراعنة بقى. أكيد. طيب كابتن عادل، يعني بص على الجدران بتاعة المعابد. طبعا فرعون شكله بطل، صحيح شكله صحي. فالحمد لله مصر متميزة وهنستمر في التميز. وبما ان حضرتك سالتي السؤال ده، حابب اقول للناس كلها من خلالكم كده سبق، ان السنه دي مصر هتنظم البطوله العربيه 22 دوله عربيه، وهتنظم البطوله الافريقيه في مصر، فده هتبقى هديتنا لجمهور مصر ان شاء الله. عظيم وموفقين ان شاء الله. طيب كابتن عادل، عايز اكلم حضرتك في تفصيله كده ليه علاقه بطبيعه وخصوصيه الرياضه دي بالتحديد اللي هي كمال الاجسام. ليها متطلبات كتير على عدة أصعدة، ولا سيما بند التغذية اللي في بعض الأحيان ممكن يكون بيشكل عبء مادي على أبطال مستقبليين في هذه الرياضة. فإيه دور الاتحاد في هذا الإطار؟ والله شوف، الاتحاد يعني إحنا ميزانيتنا نصف مليون جنيه، وإحنا بنصرف سنويا أكتر من مليون جنيه، وإحنا مش من الاتحادات اللي بنقول محتاجين وعايزين ومش عارف إيه. احنا بنجتهد وبنحاول نعيش مع الظروف الاقتصادية بتاعت بلدنا. اللعبة 50% منها تدريب و 50% منها تغذية. لعيب كمال الأجسام ربنا يكون في عونه، يعني احنا قد ما نقدر هنساعد، بس مهما ساعدنا لن نستطيع ان نحقق اللي مطلوب من البطل، وده قدر هذه اللعبة. وعلى فكرة الأغلبية العظمى من الأبطال في هذه اللعبة هم متوسطي الدخل وأقل من متوسطي الدخل. صحيح. كمان صحيح. طب حد زي بيج رامي يعني البادجت كمان والنجاح المدوي على مستوى العالم اللي بيحققه باستمرار، هل ده مثلا كان عنصر جذب بأي حال من الأحوال للرعاة عشان يدعموا أبطال كمال الأجسام؟ هو الرعاة، يعني الرعاة الراعي الذكي يختار كمال الأجسام لأنها لعبة مشرفة ولعبة لها قبول كبير جدا. صحيح. عدد ملاعب كمال الأجسام اللي هو الجيمنيزيوم تفوق ملاعب كرة القدم. كمال الأجسام تأتي في الشعبية رقم 2، لأن عدد الجيمات اللي موجودة في أي بلد في العالم تزيد كثيرا عن عدد ملاعب كرة القدم. الجيمنيزيوم مش بس بيخدم على لاعب كمال الأجسام، الجيمنيزيوم بيخدم على جميع الألعاب دون استثناء. طبعا الراعي لازم يضع هذا في الاعتبار. الراعي لازم يضع في الاعتبار ايضا النتائج والامتيازات اللي بيحققها ابطال كمال الاجسام وهم كثر.
فانا يعني الحقيقه يعني عارف كويس قوي مصادر القوه اللي موجوده في لعبتي، لكن مش هجري ورا الرعاه. انا لاي حد حابب ان هو يبقى راعي بساعده وبشرح له احنا نقدر نقدم له ايه وهو يقدر يقدم لنا. طيب إيه؟ انا عندي سؤال دكتور عادل لو تسمح لي. حضرتك ذكرت ان البادجت بتاع التغذيه لوحده كبير، ومعظم الابطال لهذه اللعبه تحديدا من متوسطي الدخل ومحدود الدخل شويه، فالحل هنا بيكون ازاي لو الاتحاد مش قادر ان هو يوفر او يهتم بالبند ده، اللي اكيد بطبيعه الحال احنا متخيلين ان هو بند يعني بيكلف بشكل كبير. الحل بيكون ازاي لو في لاعب ما عندوش امكانيات تماما، هنا بيحصل ايه؟ اللعيب البطل، اللعيب البطل عنده رعاه. رعاه بيتفاوتوا من رعايه كامله لنص رعايه لجزء من الرعايه. لكن لعيبة كمال الأجسام زيهم زي دكاترة، عارفين كويس قوي يعني إيه جسمهم، يعني إيه التغذية الصحيحة، عارفين ياكلوا إيه وما ياكلوش إيه. وبعدين على كل المستويات وعلى كل ليفل، حتى في البروتين في حاجات غالية مثلا قوي زي اللحوم، وفي حاجات أقل غنى. فلعيب كمال الأجسام ناصح جدا وعارف جدا، نفس الوقت معذور جدا لو هو مش معروف قوي، فبتبقى عنده مشكله لان الغذاء شيء مهم جدا بالنسبه له. ده الاتحاد ما بيوفروش هنا او ما بيساعدش باي شكل يعني؟ صعب جدا ان الاتحاد ميزانيته السنويه نص مليون جنيه، يعني اقل من 50,000 جنيه مثلا في السنه، يستطيع ان هو يساعد في هذا البند، وخصوصا ان الابطال عندنا الابطال العالمين. انا عندي 30 بطل عالم. ما هو عشان عندي 30 بطل عالم لازم يبقى عندي بادجت، يبقى الاتحاد محتاج دعم اكتر من كده. في قصادهم 300 في الطريق للبطوله. بالظبط، يعني عندنا تسلسل ابطال بشكل غير عادي. عندنا مشكله بيعوضها الشغف الغير عادي والحب الغير عادي لبطل كمال الاجسام للعبه. يعني بالتوفيق انتوا على كل حال دكتور عادل. ما يقدم من هذه اللعبة يعني هو شيء بجد فخر لينا جميعا، عشان كده الواحد بيبقى نفسه ان يكون في توفير يعني بادجت اكتر من كده للاتحاد، يقدر الاتحاد من خلالها ان هو يقدر يخدم على الابطال بتوعنا، خصوصا ان هم مش ابطال وبس، دول ابطال وبيرفعوا اسم مصر في محافل دولية وبيحصلوا على مراكز اولى وذهبيات، فلازم يكون في اهتمام اعتقد اكتر من كده. فبالتوفيق ليكم في الخطوات اللي جاية، وان شاء الله الموضوع ده كمان يحل بشكل افضل الفترات والسنوات القادمة. شكرا ليك جدا. بإذن الله، واحنا هنتابع وبنشكركم على اهتمامكم ورعايتكم. اكيد اكيد، وبرحب بمرام بوجودها معكم في البرنامج. واحنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا كابتن عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري. نقطة مهمة يا كريم، دي نقطة مهمة بتاعت التغذية، لأن عارفة برضو كابتن مرام أنت لما تتكلمي إن الرياضة دي بجد بتجيب أبطال وبتجيب بطولات كتيرة، فليه البادجت بتاعت الاتحاد مش مكفية؟ ليه ما أقدرش أغطي؟ لأن مش المعلومات مش شرط توصل، والإمكانيات مش هيقدر عليها أي حد، فخسارة. أنت ممكن تخسر أبطال. هو عامة برغم كده كل يوم يعني التاني بيزيد شغف اللعيبة أو الأشخاص العاديين إن هم يلعبوا كمال أجسام ويدخلوا، يعني أعتقد أن دلوقتي في كل بيت في بطل كمال أجسام، في أبطال، في شباب كتير قوي بتحب اللعبة كل يوم عن التاني، في شباب بتحب أن هي تنزل تلعب الرياضة. حتى الفئات اللي هي مش بتمارس رياضة بشكل نظامي، لأن هم بيمتهنوا مثلا مهن معينة بعيدة خالص عن الرياضة، زي الفنانين مثلا. بقى حتى في الفنانين بقينا نشوف مؤخرا اهتمام كبير جدا، فنانين وفنانات، بفكره الجيم وبناء العضلات اللي عشان تناسب ادوار معينه. شكل الجسم حلو يعني، شكل الجسم في النهايه بيبقى شكل متناسق، شكل عضلي حلو جدا. ففي الحقيقه اهتمام دلوقتي، حتى الشباب الصغيرين، الاطفال الصغيرين، تلاقي عنده 15 سنه بينزل يلعب في الجيم، عايز جسمه يبقى بشكل معين. لا الموضوع زاد قوي. وبالمناسبه برضو بحكم خبراتك، يعني السن الامثل للبداية في رياضة كمال الأجسام، وأي يعني أكيد مش هيروح مثلا هو عنده 3 سنين أو حاجة، هو بيمارس الأطفال الصغيرة يعني بيمارس مثلا سن 14-13، ممكن بيبقى مش مناسب قوي لأن بيبقى له انعكاسات مش لطيفة على جسم أو على النمو بتاعه. الكلام ده حقيقي ولا دي هي عامة كل سن بيبقى ليه حاجة معينة بيمارسها، يعني تمارين محددة بيمارسها. ما ينفعش مثلا ولد عنده 15 سنة ينزل الجيم فمدربه يقول له أنت هتشيل أوزان
كتيرة. لا هو كل سن مفروض ان المدرب اللي بيكون موجود في الصالة الرياضية بيبقى هالمناسب لينا هو يمرن يتمرن تمارين التمارين دي. حتى احنا يعني او الناس يعني العادية لما تنزل الجيم ما ينفعش مثلا يكونوا مثلا فجأة كده المدرب يقول لهم انتوا هتشيلوا الاوزان دي او هتعملوا حاجة معينة. كل حاجة بيبقى ليها الحاجة الخاصة بيها ودي بتبقى حاجة كويسة يعني كل واحد يسمع كلام مدربه ويبقى عارف وواثق جدا في مدربه ان مدربه فاهم كويس جدا. اي حد عايز ينزل مثلا ابنه جيم يبقى عارف الاول هل ده مناسب ليه ولا لا. فالعمليه مش اللي هي يعني لو بينزل مش عشوائيه لا فيها بالعكس فيها نظام. هي لعبه جميله جدا واللعبه اللي ليها مستقبل كمان اعتقد اللي هي الفتنس تشالنج. يعني الفتنس تشالنج هيكون ليها مستقبل لان هي لياقه بدنيه واعتقد هيكون فيها اقبال شديد وده اللي احنا شفناه في البطوله. وكمان اصلا فيها اطفال يعني هي اصلا الفتنس تشالنج فيها اطفال. حتى احنا في البطوله وقتها كان في ناس بتمارس الجيم بتنزل الصاله بتنزل الصالات الرياضيه عادي فجاه عرفت ان في بطوله ما نزلت جت تشارك فيها وهي البطوله كان فيها جوائز كمان قيمه. فلعبه الفتنس تشالنج هتسحب شويه اللي هو يعني ايه حته الناس اللي بتحب بقى اللياقه البدنيه تعالوا العبوا اهو في فتنس تشالنج. حلو جدا بالتوفيق. اني anyway, طبعا احنا نتمنى لك كل التوفيق كابتن مرام ونورتينا بجد. ميرسي انا بجد مبسوطه ان انا مع حضراتكم النهارده. نورتينا وشرفتينا ونشوفك على خير باذن الله. ميرسي لوجودك معانا. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم ونستقبل تاني ضيوفنا ونفتح بقى صفحه الحنين والنوستالجيا وذكريات جميله مع النادي الاهلي. خليكم معانا. عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بيكم في تاني فقراتنا الحواريه. وفقرتنا الحواريه المره دي هتكون مختلفه الى حد كبير. يكفي ان احنا هنبص من زاويه مختلفه او خلينا نقول مجازا وكاننا واقفين قدام او ورا شباك بيطل على زوايا جديده للنادي الاهلي وعلى تاريخ النادي الاهلي. احنا منورنا دلوقتي زميل عزيز واعلامي متميز وايضا كاتب رائع عشان يكلمنا عن كتابه اللي بيحمل اسم النادي الملكي ونعرف منه كل تفصيله من تفاصيله. ومن ضمن تفاصيله ان هو قيل في هذا الكتاب في موضع من المواضع انه قناعاته هو الشخصيه ان النادي الاهلي ما هوش المدينه الفاضله ولكنه المدينه الافضل. منورنا الاعلامي والزميل العزيز احمد اسامه. يا صباح الخيرات واهلا بيك يا ابو حميد. صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا نهاوند. صباح النور. يعني مبسوط جدا ان انا معاكم. هو ده بيتك يعني تطلع ضيف تطلع مذيع واحد. بس كان بالليل حاجه والصبح حاجه. عشان تحسوا بينا. ده حقيقي ده حقيقي. طبعا احمد اسامه يعني زميلنا طبعا في البرنامج الكبير الاهلي خط احمر وعاملين شغل انت وفارس يعني كبير جدا ومحترم. وبنشكرك على الكتاب طبعا. هو يعني احمد جاب لنا نسخه من الكتاب هتمضيها لنا بقى بعد الهوا. بس فعلا خلينا نبدا كده قبل ما نخش في تفاصيل الكتاب. انا عايزه اسمع يعني الفكره جات لك منين وهل انت اصلا كتبت اي حاجه ولا دي اول مره تكتب وبالبدايه كانت مع النادي الاهلي والفكره جات لك ازاي؟ يعني خلينا نعيش معاك اللحظات قبل قرار لا انا هعمل الكتاب ده. طيب هو اولا الفكره جات لي من حوالي 4 سنين ولكن انا كنت مهتم دايما بالكاميرا. يعني انا شغلي كله فيديو اشتغل كاميرا. فالبرنامج الاهلي خط احمر ولكن التاريخ دايما كان عندي شغف ليه وخاصه المعلومات لما بتكون مش حقيقيه وبيتم تكرارها بشكل سنه ورا سنه ورا سنه بتوصل لمرحله من التصديق. فكنت انا مهتم جدا ان انا ازيح الستار عن المعلومات الخاطئه. انا بالنسبه لي النادي الاهلي ونادي القرن يكفي اسمه النادي الاهلي ولكن حقيقه الامر النادي الملكي بيتم تداوله على اسم انديه اخرى داخل مصر. فأنا بحثت في تاريخ النادي الأهلي وعندي شغف بتاريخ النادي الأهلي وقضايا أخرى في تاريخ النادي الأهلي. فوصلت إن أنا عندي موضوع أقدر أقدمه في كتاب أو أكتر من موضوع أقدر أقدمه في كتاب واثنين وثلاثة. بس كان الدافع مبدئيا لتصحيح المعلومات المغلوطة. ده حقيقي. ده حقيقي لأن أنا يعني سمعنا فترة من حوالي من أول ما السوشيال ميديا بدأت تهتم بشكل أو بآخر بدأ يتم تداول المعلومات المغلوطة دي. فأنا قناعاتي الشخصية إن أنت لازم يكون في حد بيتصدى لهذه المعلومات المغلوطة. صحيح. بالدليل وبالسند وبالمرجع. يعني ده مش كلام مرسل اللي أنا هقوله والكتاب ما بيعرضش كلام مرسل. الكتاب بيعرض كلام موثق. حلو جدا. خش لنا بقى في تفاصيل الكتاب. انت تحديدا وطبعا الكلمه اللي كريم قالها دي كلمه لها معاني كبيره جدا. يعني ليس النادي اللي هو زي ما بتقال مش المدينه الفاضله ولكن ايه هو الافضل. فخلينا نبدا من هنا. بصي اي حد بيعمل اول كتاب ليه وعن النادي الملكي وعن النادي الاهلي فالمفترض اللي هو النادي الملكي فالمفترض
ان هو يحاول يعني يغازل الجماهير النادي الاهلي. ولكن الحقيقه انا اصلا بطبعي مش بحب المبالغه في اي حاجه تخص النادي الاهلي. انا بحب النادي الاهلي كده، بحبه بمميزاته، بحبه بعيوبه، بحبه بالقيمه اللي بيقدمها على مدار التاريخ، بحبه بانجازاته، بحبه باخفاقاته. فكان دايما ممكن يتصدر للشباب اللي طالع من جماهير النادي الاهلي ان هذا لا يحدث على الاطلاق في النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ما فيش فيه اي كلام من هذا القبيل. فانا بدات اشفق على الشباب. ليه؟ لان ما فيش مكان في العالم كده، ما فيش حاجه اسمها يوتوبيا، ما فيش مدينه فاضله. فبالتالي انا لما اصدر الصوره دي عن النادي الاهلي مع اول شيء سلبي في النادي الاهلي، هنا المشجع او الشاب اللي طالع ده بيفتقد المصداقيه في النادي. فعشان كده كان مهم جدا وانت بتصدر صوره ذهنيه لشباب طالع تقول لهم ان النادي الاهلي ليس المدينه الفاضله، ولكنه حريص انه يكون المدينه الافضل. ده معناه ان انت ممكن في وقت من الاوقات على مدار التاريخ تجد اخطاء، تجد قرارات مش على الصوره الذهنيه للنادي الاهلي، لان في النهايه انت نادي بدا 1907 وافتتح 1909، فبتتكلم على مدار سنوات طويله جدا جدا جدا. اكيد هيمر بالنادي الاهلي اخطاء، اكيد هيمر مشاكل، اكيد هيمر مواقف معالجتها ما كانتش على الصوره الذهنيه للنادي الاهلي. على ذكر المسميات المغلوطه او المسميات اللي بتروح لغير اصحابها الحقيقيين، زي الحاله بتاعت النادي الملكي كمسمى، لقيت ايه بالنسبه لمسمى نادي القرن؟ لا هو بالمناسبه يعني والشيء بالشيء يذكر، هو نادي القرن تقريبا بقى لنا 22 سنه يعني في حاله جدال من اعلام منافس. والحقيقه انا بالنسبه لي الجهه الرسميه المنوط بها منح اللقب هو الكاف، واثبتنا بما لا يدع مجال للشك ان المعايير اللي تم وضع بها التصنيف اللي تم اتخاذ عليه نادي القرن كانت في 93 ديسمبر 93 وتم نشره في جريده الجمهوريه، ثم في فبراير 1994 وتم نشره في جريده الاهرام. يعني المرجعيه معايير محدده بالزبط. مش اللي يسبق ويحط يافطه مكتوب عليها نادي القرن. لا 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 لا، احنا مش بتوع يافط احنا بتوع ارقام، بتوع انجازات. والحقيقه انا بشكر جدا الاعلام المنافس على مدار 22 سنه، خلى اللقب ده ممكن يكون مهم جدا عند جماهير النادي الاهلي. عارف يعني لو انت كنت خدت اللقب ده في 2001 وخلاص الدنيا عدت وكده ومفيش عليه محاوله الجدل دي، كان ممكن الجماهير ما تستشعرش قيمه اللقب. لكن الحقيقه احنا بنشكرهم دايما، زي في اي وقت بيطلع اي معلومه خاطئه بنشكرهم، لانهم بيدونا مساحه اننا نوضح الحقائق للجيل الصاعد. حلو جدا. من الحقائق بقى اللي انت اتكلمت عنها وعايز توضحها، خلينا نخش في بعض التفاصيل فيها. ندخل في بعض التفاصيل. النادي الملكي، اي حد تيجي تساله معظم المهتمين بالشان الرياضي تكلموا النادي الملكي فبيروح لنادي اخر غير النادي الاهلي، وده بسبب المعلومات اللي بتتكرر. او خليل. بيجي على باله ريال مدريد تحديدا لو بره مصر يعني. لا هو بره مصر ريال مدريد ده النادي الملكي فعلا، لان هو فعلا حاز على الرعايه الملكيه. لكن مين النادي اللي حاز على الرعايه الملكيه في مصر؟ هو النادي الاهلي. بس قبل ما نروح لقصه مين اللي حاز على الرعايه الملكيه او نال شرف الرعايه الملكيه الساميه، لا انا عندي مشكله كبيره جدا، الا وهي اغلط او اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الاخرون. وفي وقت من الاوقات مع كثره المعلومه الكاذبه انت ممكن تصدق نفسك برغم ان انت عايش الحدث ده. بمعنى ايه؟ في ناس فعلا بتصدق نفسها. دي حقيقه. وده طبعا لا نقلل من 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 اسم الشخص اللي هنذكره ده على سبيل المثال. كابتن حنفي بسطان. كابتن حنفي بسطان احد رموز نادي الزمالك اللي شاركوا في المباراه الشهيره 1944، مشارك في المباراه دي واسم نادي الزمالك اسم فاروق. يعني الاهلي هيلاعب فاروق على نهائي كاس مصر. سبق احداث طبعا انا متكلم عنها في الكتاب، سفر النادي الاهلي لفلسطين واشاط باللاعبين ثم عوده اللاعبين مره اخرى واستبعاد اللاعبين من دوري القاهره، قصه كبيره. لكن انا خليني في النادي الملكي اقول لك ان احد اللاعبين اللي شاركوا لما سمع المعلومه بتتكرر اكتر من مره بشكل خاطئ بدا ينسى الواقع اللي هو عايشه وبدا يردد المعلومه الخاطئه. يعني لو نقدر نسمع الفيديو بتاع كابتن حنفي بسطان حالا. حبيبي والله ما نرجع لك كلمه ابدا، ده انت الغالي. تابعوا معانا. اتفضل. 13 كان اسمه نادي قصر النيل، وبعدين سنة 13 بقى المختلط لحد سنة 1944 في حادثة هنا بقى خلته نادي فاروق سنة 44. هي كان حيدر باشا اللي هو رئيس نادينا رئيس النادي، وكان رئيس اتحاد الكورة، فالنادي الأهلي كان رئيسه حسنين باشا، فطلبوا انهم يروحوا فلسطين زمان، فحيدر باشا رئيس الاتحاد قال لا النادي الاهلي ده ما يروحش فلسطين ابدا. فالنادي الاهلي عمل تريك كده وغير اسمه الى نادي نجوم القاهره. بواسطه مين؟ عبد البقال برضه اللي بيقول لي سيادتك عليه الكشاف ده. فراحوا رايحين فلسطين بدون اذن الاتحاد. فحيدر باشا رئيس نادي المختلط.
فلما رجعوا من هناك سابنا احنا ناخد الدوري، وبعدين اعتذروا فدخلهم في الكاس. وده بلشتك. وبعدين راح احنا في طريق وهم في طريق، فتقابلنا في النهاية في الفاينل جه المباراة بين الاهلي والزمالك. بصينا لقينا حضر باشا راح جايبنا، مش حضر باشا ده كان جبار يعني جبروت، فجايبنا قبل الماتش بيوم وقال انا عاوزكم بامر ضروري، راح جايبنا وقاعدين وبتاع، وراح جايب المصحف وقال كل لعيب لازم يلعب اللي عليه وبتاع، وانا عاوز الكاس المره دي مش عايزه تاني ابدا. ليه؟ قال الملك فاروق جاي الماتش عشان يتحقق ان هل حقيقي حضر باشا بيظلم النادي الاهلي اللي بيغلب له فرقته ولا لا. فبصيت لي حضر باشا ده كله مسفر. اي والله كده. فبصينا لقينا يوم الماتش رحنا لعبنا في ارض اتحاد القوات المسلحه في القبه، والملك فاروق حضر، وتشاء الظروف ان احنا نكسب النادي الاهلي 6-0 قدام الملك. ودي حادثه من الاحداث الكبيره اللي في تاريخ، اكبر حادثه في تاريخ نادي الزمالك. فجه مرسوم ليلا بان يطلق على النادي المختلط اسم نادي فاروق الاول. ده معناه ان هو انبسط منكم، دي جايزه منه يعني. ما هو النادي الملك فاروق كان زملكاوي. كمان يعني ده زملكاوي وشاف 6 جوان، ده هايل كده يعني. يعني حاجه خطيره جدا. طب احنا بنتكلم ان وقتها اصلا كان اسمه نادي الفاروق، فهي دي بقى النقطه، وانت مدعم ده او مطعم ده بمستندات، انت جايب كل حاجه بتقولها او بتوضحها او بتصححها بمستندات. بالظبط. وعشان يعني الجيل اللي طالع، وعشان كمان اي حد شغال في مجال الاعلام الرياضي، لو حضرتك بتجهل المعلومه فاحنا بنقدم لك المعلومه. لو وصلتك المعلومه ما ينفعش تطلع تقول لقب على نادي غير النادي الاهلي، اللقب بالنادي الملك. غريبا هو شارك يعني، ده شارك في المباراه، ده لعب في المباراه باسم. طب ايه باسم الموضوع ده فاروق. هو الحقيقه زي ما قلت ترديد الاكذوبه، انا عندي صور بتقول ان نادي الزمالك حصل على اسم فاروق، وفي فرق بين انه يحصل على الرعايه وانه يحصل على اسم فاروق. ليه؟ لان نادي الزمالك كان احد 17 18 نادي نالوا او حصلوا على اسم فاروق الامير فاروق، في سواء نادي طنطا، في بلديه المحله، في بني سويف، في بورسعيد. يبقى كل الانديه دي ملكيه. ملكيه بالظبط كده. صحيح. لكن هو نادي واحد اللي كان بيطلق عليه النادي الملكي. ممكن نستعرض صوره يعني ايه تسميه نادي المختلط بنادي فاروق، وهي 27/6/1941. دي الصوره دي. ايوه طبعا اللي كاتبها طبعا ابراهيم علام جهينة، وده احد الناس اللي ساهمت في تمصير نادي الزمالك. يعني خط النادي المختلط خطواته الرابعه، وبيتحدث عن 4 خطوات، لكن منها الخطوة اللي هي أسماها من وجهة نظره الخطوة الأولى دور التأسيس، الخطوة الثانية غير مستقرة، لكن احنا بنتكلم في الخطوة الرابعة وهي أوسع الخطوات وأسماها، وهي التخلص بتاتا من هذه التسمية اللي هي ايه المختلط. أيوه. وهي خطوة جعلت من هذا المختلط ناديا مصريا يتشرف باسم حضرة صاحب الجلالة فاروق الأول زعيم الشباب ونهضتنا الرياضية، ثم برعاية جلالته السامية. وإذن الخطوة حملت هذا النادي عبء سياسة إنشائية لا نشك لحفلة في أن سعادة في أن سعادة حيدر باشا ساهم على تحقيقها بما عرف عنه من إخلاص وسمو إن شاء الله. ده إمتى؟ 27/6/1941، يعني قبل المباراة اللي بيتكلم عنها الكابتن حنفي بسطان اللي شارك فيها ب3 سنين، لأن المباراة الثانية كانت 2/6/1944. في نفس المقالة دي نادي طنطا الصورة اللي بعدها كان بيحصل أيضا على اسم من اسماء الملك، وهو نادي فؤاد الاول. اذا القصه باختصار شديد، حيدر باشا رئيس الاتحاد ورئيس نادي الزمالك حب يتخلص من اسم المختلط، ففي سنه 1941 طلب من جلاله الملك فاروق احنا عاوزين نتشرف بان اسم المختلط ده النادي ده يبقى اسمه نادي فاروق على سبيل التمصير يعني. يعني اسم المختلط كان نسبة للمحاكم المختلطة طبعا، فكان يعني شعبيته مش أفضل حاجة بالنسبة للشعب المصري، فحصل وطني بما يكفي من وجهة نظر الشعب وقتها، من وجهة نظر الشعب. عشان التمصير تم قبل كده، عشان برضو بننقل التاريخ يعني. هو طبعا يعني كان نسبة للمحاكم المختلطة ومرزباخ مؤسس نادي الزمالك، ثم بعد كده ابراهيم علام جهينة في بدايه العشرينات ساهم في المحاكم المختلطه في الوقت ده كانت سيئه السمعه الى حد ده اكيد طبعًا. وبالتالي اسم النادي كان يعني مش جاذب للجماهير طبعًا. باستثناء الفتره اللي لعب فيها حسين حجازي، لان حسين حجازي كان بيروح بجماهيره لاي نادي. اوكي. فهنا اسم النادي فاروق اصبح سنه 1941 قبل المباراه ب3 سنوات.
اللي حصل ان كتر ترديد المعلومه الغلط خلى اللي شارك في المباراه نسي ان هو اصلا بيشارك باسم فاروق. فدي كانت نقطه مهمه جدا ان احنا نوضحها، وتحديدا بقى ما قبل 1941 وما بعد 1941 حتى 1952 عندي ما يثبت بقى مين هو النادي الملكي وهو. وانت كل الاثباتات دي عموما يعني كتابك بيتضمنها. بالمناسبه اللي يفر في الفهرس اكيد هيقف عند عنوان بطولات عبد البقال. لازم نقف عند بطولات عبد البقال، ومين هو عبد البقال، وايه هي البطولات بتاعه عبد البقال. ده اكيد، ده اكيد. خلينا اقول ان ده اول حاجه اهتميت بسببها بحث التاريخ، لان رحمه الله عليه الكابتن عادل هيكل هو اللي طلع تحدث في بعض الوسائل الاعلاميه عن ان المباراه دي كان اثنين لعيبه من الترسانه او نادي الترسانه سايبين المباراه، مفوتين المباراه يعني للنادي الاهلي. ففي اتهامات بالرشوه وقتها. في اتهام بالتفويت وحاجه من هذا القبيل. فانا بالنسبه لي عشان اكون امين في حته المناظرات، لما بيطلع مسؤول او شخص كان عندك او لاعب كان عندك بتبقى محتاج مجهود مضاعف، لان الطرف الاخر يقول لك ايه، وانا اللي بقول ده كابتن عندكم هو اللي بيقول. فكان الموضوع محتاج بحث جديد. طيب البحث ده متوقف عند كلام هيترد عليه بكلام ولا برضه هيترد عليه بكلام مثبت؟ بحثت في الفتره دي وفي الحقبه دي، احنا من 62 بعد ما حصلنا على 11 بطوله الدوري حتى السبعينات بالست سنين اللي كان فيهم حرب ما كناش بنعرف ناخد بطوله. مرينا بخمس سنوات صعبه جدا، شاركنا في 10 بطولات، خمس بطولات كاس خسرنا اربعه، وخمس بطولات دوري خسرناهم. فبدات افكر، هو لو عبد البقال ده بيشتري المباريات اشمعنى المباراه دي؟ ولو انت هتشتري مباراه هل هتشتريها من فريق بطل ولا من فريق ملوش طموحات في البطوله؟ اكيد من فريق ملوش طموحات في البطوله. الترسانه في البطوله دي او في المباراه دي كان حامل لقب البطوله السابقه. الترسانه كان وقتها واخد اثنين دوري. الترسانه كان فريق بطل. وقلت بعدها ان الكابتن عبد البقال مات بعد سنه 1978. الظروف اللي مرينا بيها في سنه 66 هي نفس الظروف اللي مرينا بيها سنه 78، خسرنا دوري وقابلنا الزمالك في النهائي. فلو احنا قدرنا اننا نشتري نادي الترسانه بالمصطلحات اللي هم بيقولوها، طب ما اشتريتش، يبقى انا كده اشتريت نادي الزمالك ماتش 4-2، كنت مغلوب 2-1 ونزلت كسبت 4-2. وفي الفتره دي بطولات النادي الاهلي كانت من 10 بطولات محليه بطوله واحده، خرجنا من الكاس على ايد القناه والقناه هبطت للدرجه الثانيه، ما اشتريتش ليه مباراه القناه. لعبت الاتحاد السكندري وخسرت، لعبت مباريات كتيره جدا مع انديه ما حققتش البطولات وخسرت. طب ما انا كنت سهل ان انا يعني اروح للانديه دي بالظبط. النقطه اللي انت بتتكلم فيها دي مهمه جدا يا اسامه، لان بيتم تدارك، مش هقول تاني من جماهير الانديه المنافسه، انا هقول من قله، هم بيبقوا عارفين نفسهم معانا كده ماشيين، واولادهم وبعد كده احفادهم على مدار التاريخ، يعني مجموعه كده احنا عارفينها. فالمهم دايما يقول لك الاهلي كسب المباراه الفلانيه او البطوله الفلانيه بالحكام، لا ده مش ده، حتى هنا بتتكلم في 1966 بيقول لك بالرشوه، مش يعني دايما في تشكيك في تاريخ بطولات النادي الاهلي، وده كانه تحس ان هو يعني اي حد ممكن يلقط كده، لا دي حاجه ممنهجه، يعني على اي اساس انت بتتم او بيتم اتهامنا بهذا الشكل على مدار التاريخ من سنوات، شوف من كام لغايه دلوقتي. فموضوع يعني عارف بقى مضحك بمعنى اصح، بس لازم يترد عليه. لا وهما لازم يعملوا كده عشان يقدروا يتعايشوا مع الواقع، ده اسمه ميكانيزم الله دفاعي. حلو ده والله العظيم حلو ده. هو ده ميكانيزم دفاعي صح. الاعلام صور في فتره من فترات كابتن محمد لطيف رحمه الله عليه ان نادي الزمالك ند للنادي الاهلي، فالجيل اللي صاعد بيشجع نادي الزمالك عايز يشوف النديه دي، فمش بيلاقي النديه دي، فهو اصطدم بواقع. فالحل ايه؟ ميكانيزم دفاعي. ايه هو؟ التشكيك في بطولات الفريق ده عشان اقدر اتعايش مع الواقع بتاعي. بس ينفع الفكر ده يبقى ممتد عبر عشرات السنوات؟ طبعا ده كانه قانون ملزم بالنسبه لهم، يعني ما خدناش البطوله يبقى نشكك في اللي خدها. لا ما دي جينات، ده جينات. لا زي ما جميل الاهلي لها جينات، يبقى زي ما هنودي بتقول فعلا هم الجدود والاباء والاحفاد بيتوارثوها كده. انا هقول لك حاجه، بس بنتكلم عن فئه برضه معينه، احنا كلامنا انا هقول حاجه مضحكه، يعني كان في ماتش اللي هو 82 بتاع جول كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته طلع قال اسم حامل الرايه ان هو زملكاوي متعصب جدا، وهو مين؟ ابو الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي هو خبير تحكيمي حاليا في قناه نادي الزمالك. كان مين بقى اللي بيساله؟ كريم حسن شحاته. يعني انت متخيل كابتن حسن شحاته بطل كوره، جاء ابنه طلع مذيع، فبيسال ابن الخبير التحكيم الحكم
فهي متكمله. يعني ياسر عبد الرؤوف لما يجيب ولد ويطلع حكم، وكريم حسن شحاته يجيب ولد يطلع اعلامي، فنلاقي بعد 20 سنه فاكرين جون حسن شحاته سنه 82. فهي القصه جينات، وده بالنسبه لي تفسيري له ان هو ميكانيزم دفاعي. لكن لو اتكلمنا عن التفويت، الواقعه الوحيده في سجل اتحاد كره القدم من حيث التفويت كانت سنه 1961. كان وقتها يعني رئيس الاتحاد المشير عبد الحكيم عامر اخو رئيس نادي الزمالك طبعا المهندس حسن عامر، وكان المتهم فيها لاعبي الزمالك ولاعبي الترسانه ولاعبي المحله. دي الواقع الرسميه، ما دون ذلك كلها كلام مرسل، وانا ما بروحش للكلام المرسل. رائع جدا. ايه تاني من الحاجات اللي انت رديت عليها برضو؟ بصي، هو كان في موضوع مهم جدا اتطرح، وهو تاسيس النادي الاهلي ووجود ادريس بيك راغب في المؤسسين للنادي الاهلي. فاخدنا الموضوع ببساطه كده، لقينا اعلامي يعني في بعض الاوقات برضو يعني بكن له كل تقدير واحترام لثقافته، ولكن التعصب بيخليك دايما تبدا تقول كلام مغلوط لانك اتعصبت الفكره. ففي وقت تعصب للفكره دي قال ان النادي الاهلي نادي ماسوني ومؤسسه ماسوني، وطبعا ده لا ده لا ده احنا بعدنا قوي. فطبعا احنا في حته ثانيه. فطبعا يعني الموضوع يعني احنا كده ماسونيين، انا والاولاد ماسونيين، انت معايا ماسونيين عشان برضه احمد اسامه ماسوني الاول. يلا يا ماسوني. الموضوع والله صعب جدا. فقلت له انت جايب ده منين؟ قال لك من محاضر جلستنا ده. طب تعالى اوريك محاضر جلستنا ده اللي بتقول ايه؟ بتقول ان النادي الاهلي عمل قرض 2000 جنيه. عجبك انت الفكره؟ ما ينفعش تعدي كده الصراحه. في حاجات والله يعني فوق سقف التوقعات. المهم عمل قرض 2000 جنيه. 2000 جنيه وهو مسدد مثلا وباني كام محفل؟ 51 محفل تقريبا. فلو هو عايز يبني النادي الاهلي الغرفتين والصاله الصغيرين دول، المبنى الاداري، ليه رحنا عملنا قرض اصلا؟ ما كان دفع المبالغ الماليه دي، وليه تجاهلت عمر بيك لطفي؟ طبعا. وليه تجاهلت اسماعيل باشا سري؟ ليه تجاهلت الحاجات دي؟ ايوه بقى، خش بقى في الكلام المهم. وليه تجاهلت طلعت باشا حرب؟ طبعا طبعا. يعني طبعا يعني عمر بيك لطفي وطلعت باشا حرب يعني كانوا من 10 شخصيات مؤثره في تاريخ مصر. لما بتتكلم على ابو التعاون عمر بيك لطفي، وبتتكلم عن ابو الاقتصاد طلعت باشا حرب، انت بتتجاهلهم ليه؟ بتتجاهل ده ليه؟ صحيح. فطبعا وضحت الكلام ده. طب انت الدافع اللي خلاك تنتهج النهج ده في كتابك، هل كان من منطلق اهلاويتك البحته، ولا من منطلق ان انت برضو خدت في الحسبان ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي اللي يعني فيه شوف كام مليون مصري جوه مصر بس يعني من عشاقه، فبالتالي فكره انتشار محتوى الكتاب ده او الكتاب ذات نفسه ممكن تبقى كبير؟ يعني بصيت لموضوع الكتاب من اي زاويه؟ والله بص، انا الموضوع خدته من بعد فلسفي. يعني انا بحب سقراط، وفترة الحضارة اليونانية كانت هتنهار بسبب السوفسطائيين. السوفسطائيين دولت عندهم هم ملوك الخطابة، يقدروا يتكلموا عن الشيء ونقيده ويقنعوك بالشيء ونقيده. فسقراط كان ممكن يروح بقى يقعد في المعزل بتاعه ويقول الناس دي انا عارف ان هم بيقولوا كلام ونقيده، مناقشاتهم بيزنطية وريح دماغي وخلاص. ولكن الراجل خد قرار ان هو يتصدى للكلام ده، لان كان واثق ان الكلام ده لو انتشر هيؤدي الى انهيار الحضارة. هي اتأخرت انهيار الحضارة شوية. فانا خدت المبدا ده، قصه ان انت ما ينفعش تسمع كلام مغلوط وانت عندك المعلومه السليمه وتكبر دماغه وتقول اصل يعني خليهم يقولوا الكلام المغلوط. دي نقطه صعبه جدا، لان في النهايه انت بتخاطب اجيال هتصعد او صاعده، هتسمع صوت واحد. طب فهتضمن منين ان الصوت ده مش الحقيقي؟ فانت لازم توضح الحقيقه. فهو ده كان المنهج في انك تبحث في التاريخ لما يتكلموا عن واقع، فتبدا تقول يا جماعه الواقعه دي غلط، الواقعه دي كذا 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 كذا، دون تطاول او تجاوز. يعني احنا لا بنتطاول ولا بنتجاوز، لكن ولا حتى بنقبل اننا نقول معلومه غلط. يعني لو قلنا معلومه غلط بيكون يعني بدون قصد. يعني في وقت من الاوقات اتقال ان النادي الاهلي فاز على الزمالك 9-1. انا قبل ما انشر الكلام ده رحت بحثت، فلقيت ان الصوره دي معموله فوتوشوب وان الفوز كان 4-1. قمت انا طالع عندي وموضح يا جماعه الفوز 4-1 مش 9-1. كان سهل جدا اسيب حتى الناس تبدا تقول انت بتتكلم بالحق تسعة بقى ملهاش علاقه. لكن في النهايه عايز اطلع حتى وانت بتدافع عن قضيتك تبقى عارف ان انت واقف على الصدر. طبعا في حاجه اسمها النبل في الخصومه. حلو ده حقيقي. فلو افترضنا ان في خصومه او ان في ضغينه، بس النبل مطلوب في كل الاحوال. بالظبط، هي منافسه. فهو ده كان الهدف من قصه. وانت بتبحث بقى في التاريخ والمراجع والحاجات وكلام من ده، عايز اسالك على حاجه يعني مش عارف هل هي موجوده في لسه هقرا الكتاب ان شاء الله. ان شاء الله. واكيد هلاقيها موجوده بشكل او باخر حتى ولو ما بين السطور. بس في دايما عبارات
برضو من العبارات اللي بتتوارثها الأجيال وراء أجيال من الأهلوية، عبارة من عينة الأهلي بمن حضر وجملة من عينة روح الفانيلا الحمراء. عبر التاريخ شفت لهم وجود، شفت لهم انعكاسات مراحل معينة. طبعا طبعا، وأنا متفاهم جدا إن هم إزاي القصة دي لازم يكسروها. ليه بقى؟ لأن أنت لما جيل بيسلم جيل بتتحول عندك لعقيدة، عقيدة رياضية يعني. طبعا. فبالتالي أنت بتصدق نفسك، والكلام البعد النفسي ده في كرة القدم مفهوم جدا. كان في بعض اللاعبين بينزل يعني مع البانة، بينزل ملعب يروح يرميها في نصف الملعب الآخر، لاعب تاني هو نازل لازم ينط نطتين على رجله اليمين. ففي أحوال كده لازم يعملها بيتفائل بيها. هي ممكن ما تكونش مؤثره في المباراه، ولكن على الاقل هي بتريحه نفسيا، مرضيه ليه هو بالظبط ان هو يؤدي في افضل حال ليه. نفس القصه دي الاهلي بمن حضر بيخلي دايما وقت النقص في الـ القايمه، في اصابات، في اي حاجه من هذا القبيل، وبتلاعب فريق قوي فبتبدا تستجمع ايه، خد بالك احنا الاهلي بمن حضر. هل كل المباريات هنبقى الاهلي بمن حضر؟ لا طبعا. بس لما اجي لما اقول ان انا اوقفت 16 لاعب ايقاف تربوي وواجهت نادي الزمالك في الثمانينات بجيل كان اسمه العتاولة وفوز عليه 3-2 بمجموعة شباب، لا ده لازم احطه. لما اجي اقول ان انا ايقاف تربوي، طبعا 16 لاعب كان ازمة شهيرة، كان الكابتن محمود الجواري هو المدير الفني للنادي الاهلي، وبعض اللاعبين تضمنوا مع الكابتن محمود الجواري، وقتها الكابتن حسن حمدي كان المشرف على الكرة وكان مسؤول عن ملف كرة القدم، فقرر قرار والكابتن صالح سليم يعني وافق عليه بايقاف 16 لاعب في مواجهة نادي الزمالك. كان بقى كوارشي وفاروق جعفر واسماء كان اسمهم فعلا العتاولة، اسمهم العتاولة. ومع ذلك انا عايز اقول لك حاجه، يعني كابتن بدر رجب كان بيحكي حاجه، بيقول احنا صغيرين ونازلين الملعب لقينا جماهير الزمالك بتعد الواحد من 1 لـ10، يعني الثقه عند جماهير الزمالك ان فريق العتاولة ده يكسب 10. فاذا بفريق الشباب ده يعني بيستدعي روح الفانيلا الحمراء بقى والاهلي بمن حضر وبيفوز على نادي الزمالك، فبنصعد للنهائي بنفوز على نادي الزمالك وبناخد بطوله. فده جزء ما ينفعش اغفله طبعا، لازم طبعًا. ان انا اخد منه دعم لما اجي مثلا امام مونتريل المكسيكي في البطوله قبل الماضيه اللي خلاص. أيوه. البطوله اللي فات دي وناقص 15 ولا 14 لاعب، وبلاعب مونتريل المكسيكي ده اللي سبق وفاز على جيل ذهبي بخماسيه رقم كبير. فلازم استدعي الاهلي بمن حضر، فيجي محمد هاني يسجل هدف واصعد في مباراه تاريخيه. ايوه فلازم استدعي ده، عشان ده ايه بيخليني ادي باور وقوه لاي ظرف استثنائي انا بمر بيه، في نقص، في شورت في القائمه او في الفريق. فطبعا يعني صعب جدا على المنافس. يعني هقول لك حاجه مهمه جدا، انا مستمتعه جدا وانا بسمعك بجد يا احمد، ربنا يعني انا متاكده ان الساده دلوقتي المشاهدين كمان يعني يا رب. لا طريقه سردك وانت بتجيب وقائع وبتجيب او بتلمس كمان امور احنا تهمنا كجماهير نادي اهلي جدا. الحمد لله. يعني الحمد لله. وكلام موضوعي جدا الحقيقة. هو ده اهم حاجه، ان انت دايما تكون تحاول توصل الموضوعيه. يعني كنت بتكلم عن نقطه الاهلي من حضر، كابتن احمد حسام ميدو وهو بيدرب نادي الزمالك كان له تصريح شهير جدا، قال لك لاعبي نادي الزمالك انا بفرجهم على فيديوهات عشان بينزلوا مهزومين نفسيا من النادي الاهلي. هو ده اللي انت بترسخه، ان انت ممكن تيجي ماتشات تكون عندك نقص لاعب 2-3 وتخسر، فيطلع يقول لك هو فين بقى الاهلي من حضر؟ ما انا ما بقولش ان انا طول الوقت هكسب، مفيش فريق في العالم طول الوقت اصلا بالزبط. بيكسب، هو مكتمل. فاكيد وانا عندي بعض النواقص اكيد هتعرض للخساره. صحيح. فعشان كده احنا لازم نصر على روح الفانيلا الحمراء، نفضل دايما على الاهلي بمن حضر، نفضل دايما احنا الاهلي نادي المبادئ، حتى لو في بعض الاوقات في خلل، في بعض الاخفاقات، نبقى مكملين. وعشان كده قلت ايه، لسنا المدينه الفاضله ولكننا المدينه الافضل. احنا بنحاول نصل لاعلى درجه من درجات تاريخ النادي الاهلي، موروثات النادي الاهلي. الفكرة الكيان وفكرة موروثات النادي الأهلي برضو فكرة يعني موضوع عليه علامة استفهام، إزاي إحنا فعلا بنتوارث جيل ورا جيل خصائص معينة بأفكار معينة بمبادئ معينة، هتلاقي جماهير النادي الأهلي هتقدر تكتشفها بجد لو أنت قاعد في مكان وما تعرفش الجماهير إيه، هتقدر تعرفهم مكانك بجد. الموضوع إحنا مش بنبالغ فيه، أنا بكلم حضرتك بجد حاجة ملموسة. إيه السر في ده برضو؟ بص هو يعني ده يعني في كتاب سيكولوجية الجماهير، طريقه اعتراضنا، طريقه فرحنا، طريقه حزننا، عارف يا احمد، واحده ما بنعديش سقف معين، ما بنهنش حد، يعني في لا احنا لينا تركيبه، لان هي دي تركيبه اسمها سيكولوجيا الجماهير، اللي هو كتب يعني في كتاب سيكولوجيه الجماهير اتكلم في النقطه دي، وبدا ان انت متواجد في مدرج معين بتبدا تشوف
الكبار وين الصغار ايه اللي بينتقل من جيل لجيل في التشجيع. مين وانا قاعد جنب الشاشه ببقى قاعد مثلا بابا ولا عمي قاعد وانا اديها 90 ومصدق ان انا هجيب جول فيجي الجول فيغرس عندي دي انا اكبر بالظبط. فهي بتتورث بالشكل ده. فسمات جماهير النادي الاهلي واضحه ومعروفه، سمات الجماهير المنافسه واضحه ومعروفه، والاثنين ثابتين من قديم الازل. ده طبيعي لان كل فتره بيجي يرسخ اكتر. يعني كل فتره لما انا بكلمك عن 86 وانت بتلعب بدون الفريق الاول وبتكسب الزمالك، لا ده انت لو رجعت ل 28 و29 و30 و31 كان في لاعب اسمه حسين حجازي بيروح اي نادي الجماهير تنتقل وراه. النادي الاهلي في قرار تربوي ايضا عشان ما طلعش يستلم ميداليه المركز الثاني امام الترسانه في نهائي الكاس استغنى عنه، راح نادي الزمالك. النادي الاهلي حقق ثلاثيه، وعشان كده انا حابب اشكر جدا مختار التتش اللي هو بيتم يعني اغفاله بشكل كبير على مستوى الرياضه المصريه. لم يتفوق حسين حجازي على مختار التتش، قدر النادي الاهلي يفوز بالثلاث بطولات في الفتره دي. وعشان كده دايما بقول لك ان من 32 86 بنتكلم في 2020 عماله الموروثات والسيكولوجيه بتتاكد عند جماهير النادي الاهلي. عشان كده لما القضيه جت كان حازم امام كابتن نادي الزمالك حازم امام الصغير قال ايه؟ قال انا كنت متخيل اننا هنتعادل، لكن اول لما بصيت على شاشه الملعب ولقيت نفسنا في الدقيقه 86 قلت مش هنحقق التعادل. ده ايه؟ وصل له المرحله غير النادي الاهلي. تخيل عكس النادي الاهلي، حتى لو مش حقق التعادل بس هيبقى قاعد بيلعب لغايه اخر دقيقه ان انا حقق التعادل بالظبط. طيب برضو عشان نعرف الناس يعني ولو بشكل نبذه مختصره عن محتوى الكتاب من خلال استعراض عناوين الفصول المختلفه اللي فيه، احنا الجزء بتاع المسؤوليه خلاص اتكلمنا فيه وعبده البقال ناقشناه. هبوط اضطراري. هبوط اضطراري الفتره اللي هي من 62 ل 67 بعد صعود النادي الاهلي للقمه، تم تعيين محافظ القاهره وقتها اللي هو صلاح الدسوقي يكون رئيس النادي الاهلي. ودي كانت اصعب فتره اداريه وفنيه وجماهيريه تمر على النادي الاهلي. فتره صعبه جدا، انت مستحوذ على البطولات بعد يعني المهندس احمد عبود باشا رئيس النادي الاهلي، 23 بطوله في 24 سنه، 11 دوري من 12، بتيجي الدنيا كلها تتغير تختلف، النادي الاهلي يبعد تماما عن البطولات، النادي الاهلي في دور في دوري مجموعات بياخد مركز خامس، النادي الاهلي ده كان بسبب الخلل الاداري اللي كان موجود اللي عمل ذبذبه او عدم استقرار مع الفريق. بص النادي الاهلي لا ينجح معه رئيس معين على عكس الانديه الاخرى لا ينجح الا الرئيس المعين. لكن النادي الاهلي جمعيته العموميه هي اللي عارفه مصلحته اكتر من اي شيء، وبالتالي كل رئيس تم اختياره الجمعيه العموميه كان النجاح. الاستثناء الوحيد للتعيين هو الفريق مرتجي. الاستثناء الوحيد هو الفريق مرتجي، رجل عسكري وما كانش عنده الخبرات الكافيه لاداره النادي، ولكن هو جاء عنده الخبرات الكافيه العسكريه فجاء حط حاله الانضباط بعد الانفلات خلال خمس سنوات في عهد رئيس النادي صلاح الدسوقي، لدرجه ان هو لما الجماهير غضبت واعترضت على رئيس النادي ومجلس اداره هو اقال مجلس اداره وعين مجلس اداره جديد برئاسته. حلو فده جداً. كان حاله من حالات هبوط في حاله النادي الاهلي. صحيح. فبدا الناس تقول ما هو الانقاذ تم من زملكاوي، لا الانقاذ ما تمش من زملكاوي. الانقاذ تم لان النادي الاهلي في 66 قدر ان هو يصل الى مرحله ان هو يحقق بطوله كاس. انا بالنسبه لي لما اكون عامل 23 بطوله في 14 سنه ما ينفعش في خمس سنين من 10 بطولات اخد بطوله كاس ويبقى انقاذ. لا انقاذ النادي ان هو يعود مره اخرى اللي هو للرياده. والفتره دي تحديدا بتوضح ان مشاكل الانديه المنافسه والاعلام المنافس مع النادي الاهلي مشاكل مش محطوطه على اسس سليمه. ليه؟ لان النادي الاهلي لما غاب عن السيطره على الساحه، نادي الزمالك خد بطولتين دوري، نادي الترسانه خد بطولتين دوري، المحله خد بطوله دوري، الاولمبي خد بطوله دوري، الاسماعيلي خد بطوله دوري، الترسانه خد كاس، الاتحاد خد كاس، القناه خد كاس. اقصد ان البطولات ما ظهرش فيها فريق مسيطر. السيطره في كره القدم فقط النادي الاهلي. لما بيغيب النادي الاهلي يستطيع اي نادي ان يكون بطل باختصار شديد. رائع جدا. بس انا عايز اتكلم في حته الاداره الفتره دي فعلا ده بيحصل في كل انديه العالم. احنا شفنا ده حتى مع مان يونايتد، شفنا ده مع برشلونه، وشفنا ده في كذا نادي قبل كده حتى بدايه مع بي اس جي. فواضح ان موضوع الاداره وعدم الاستقرار فيها ده نتيجه طبيعيه، بس فكره وقتها ان احنا كان خمس سنين نقعد، هل ده كان وقتها زياده ولا كان امر طبيعي او سنوات طبيعيه؟ لا 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 كان ده دي يعني تاريخيا
5 سنوات الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي، ولولا جماهير النادي الأهلي كان ممكن السنوات دي تطول. برغم إن النادي الأهلي كان بيحقق نتائج سلبية جدا، يعني لما يكون الدوري 21 مباراة بيفوز 7 بيتعادل 7 بيتهزم 7، ده مش النادي الأهلي. لا ده مش النادي الأهلي طبعا. كان إيه اللي بيحصل بقى؟ وده اللي هيرجعنا للنادي الملكي. لما النادي الأهلي حصل على الرعاية الملكية كان قبل كل موسم بتتلعب مباراة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري بيحضرها الملك أو على شرف الملك قبل الموسم. المباراة دي كانت بتبقى ممتلئة عن آخرها سواء جماهير النادي الأهلي أو جماهير الاتحاد السكندري، وعشان كده جماهير النادي الأهلي قالت إيه؟ على المرة والحلوة معاك. مفيش أمرة. وهنا نيجي للحلوة والمرة معاك. مفيش أمرة على النادي الأهلي من ال5 سنوات دول. وكانت الجماهير هي الداعمة، هي البوصلة، هي المؤشر اللي تحولت بعد كده. وأنا دايماً بقول الجملة دي، إن جماهير النادي الأهلي وأعضاء الجمعية للنادي الأهلي هم نسري أو جناحي نسر النادي الأهلي. هم اللي بيحلقوا بالنادي الأهلي، وعشان كده ما تلاقيش جناح رايح في مكان وجناح رايح في مكان تاني. دايماً بتتفق رغبة أعضاء الجمعية العمومية مع رغبة جماهير النادي الأهلي. على ذكر الجماهير، احنا متفقين اكيد ان جماهير النادي الاهلي بتتسم بالمنطق الشديد والموضوعيه حتى في لحظات التحفيل المتبادل، واللي ساعات بتبقى لطيفه الى حد ما لو ما عدتش مرحله بالزبط. معينه بيننا وبين جماهير الفريق الغريم التقليدي للنادي الاهلي. في المقابل بنشوف عمليات تشكيك، بنشوف عمليات انكار، بنشوف عمليات غفله متعمده، يعني فاهم ازاي؟ هل ده موجود في اي جماهير تانية لغريمين تقليديين؟ يعني لو بنتكلم على اسبانيا مثلا، هل جماهير ريال مدريد بتتعرض اللي احنا بنتعرض له هنا من الغريم التقليدي من جماهير برشلونه او العكس؟ امال اشمعنى احنا اللي كده؟ يعني ليه احنا اللي كده؟ اي تنافس بيكون في صعوبات، يعني لو رحت حتى الارجنتين هتلاقي ريفال بليت وبوكا جونيور، يعني الموضوع بينهم صعب جدا جدا وقاسي جدا. الحاجات الكلاسيكو لكن الحقيقه مفيش من وجهه من خلال متابعتي الموضوع ده بنقول عندنا احنا بس. لا مش هي ريت تراشق، هو قصه تشكيك في كل شيء. يعني القصه انت لو تشكيك في حكام، تشكيك في رئيس لجنه حكام، تشكيك في اتحاد الكوره، تشكيك في اعلاميين، تشكيك في الكوره ذات نفسها. لا طب انا اقول لك، لو انا منتمي اصلا ولاعب سابق في الدنيا ده وطلعت قلت راي منطقي بشكك فيه وفي انتمائه. فالقصه لا، القصه صعبه. احنا يعني احنا بنعاني بالتاكيد، ولكن احنا قادرين على هذه المعاناه. طب بص بقى، فاضل 5 دقايق احمد، فاحنا عايزين نحاول على قد ما نقدر نروح معاك لكذا حاجه. خلينا نكمل كمان انقاذ الصدفه، ده كان ايه؟ لا انا عايز قبل انقاذ الصدفه انا عايز قبل اللي هو بطوله الكاس. طيب اللي احنا خدناه، لكن لازم نثبت بس بصورتين الخطاب اللي جاء من ديوان الملك للنادي الاهلي 1929 يشمل. لو جاهز نعرضه يا جماعه. النادي الاهلي برعايته، ده مهم جدا عشان احنا بنتكلم 1929 فالموضوع منتهي. الزمالك 1941، وعلى هذا الاساس اهو بالظبط. ده يعني حضرتك جبت الحاجات دي منين برضه؟ ده من محاضر جلسات النادي الاهلي. رحت من حضره صاحب المعالي جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي للرياضه البدنيه، اقتضت اراده حضره صاحب الجلاله مولانا الملك ان يشمل ناديكم بالرعايه الساميه، واني اتشرف بابلاغ معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام. 8 يناير 1929 ده خطاب كبير الامناء سعيد الفقار. خطاب تاني في جو اكسلانساتي قوي. واخد بالك؟ الرقي كله ملك بقى يعني. كبير الامناء طبعا. في خطاب تاني بعده اللي هو كمان ان يتحول اسم ملعب النادي الاهلي لملعب الامير فاروق رئيس النادي الاهلي للرياضه البدنيه بالجزيره. اقتضت اراده ايضا حضره صاحب الجلاله الملك ان ياذن لناديكم بتسميه ملعبه الجديد باسم حضره صاحب السمو الملكي الامير فاروق ولي عهد المملكه المصريه ايضا في 8 يناير 1929. فالموضوع لو هو انت حابب القاب يعني بدون السند قول اللي انت عايزه، كل واحد بيشوف اللي هو عايزه افضل حاجه، لكن انا هنا بطرح المعلومه. على فكره وارد جدا جماهير النادي الاهلي لا تحب لقب النادي الملكي، لان لقب نادي القرن هو الاقرب، لقب نادي الشعب هو الاحب، لقب النادي الاهلي يكفي، النادي الاهلي لوحده لقب. ولكن ده توضيح بالظبط كده، ده توضيح لمعلومات والارث، وده اللي حصل. وعشان كده كان دايما بيتلعب مباراه النادي اللي خد بقى الملكيه بعد النادي الاهلي مين؟ نادي الاتحاد السكندري. دول الناديين فقط لا غير اللي حصلوا على الرعايه الساميه. ومن 1937 حتى 1952 قبل كل موسم كروي بيتلعب مباراه ما بين الاهلي والاتحاد السكندري بيحضرها الملك او من ينوب عن الملك. فقط. دي نقطة عشان فاحنا ممكن عليك. ندخل الصراع ده مع النادي الاتحاد. انت تشوف لك صرفه بقى، بقول لك ايه، تشوف لك صرفه، انت لازم تيجي معانا يعني مش هقول لك يوميا بس على الاقل مره في الاسبوع. ده شرف. لان التاريخ خلي بالك انت كمان تصديت لملف مهم جدا،
وفكره التاريخ بكل ما فيه من تشويق وبصفه خاصه في حاله النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعني تاريخه يا له من تاريخ الحقيقه ومليان تفاصيل جديره بالتامل والتوقف امامها وتناولها بالنقد والتحليل، مش من منطلق رد على يعني مشككين، ولكن حتى من باب ان الاجيال الجديده من الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي لازم تبقى عارفه الكلام اللي بيتقال. بالظبط ده حقيقي، وكمان بامانه يعني انا دايما مش بحب اسلوب المبالغه، لا وضح عندنا في احيان بيكون عندنا اخطاء طبيعي جدا لازم نتعامل مع ده، لازم نحل ده طبعًا. في مواقف مثلا يكون التعامل معها مش على قدر الصوره الذهنيه للنادي الاهلي المنقوله، لازم تتعامل مع ده عشان تبقى فاهم كويس قوي ان انت في النهايه انت بتشجع نادي عظيم، نادي فيه اخطاء، نادي فيه مميزات، ولكن المميزات تغي عن الاخطاء. هو ده الاهم. وكمان في حاجه واضحه جدا زي ما بنقول كده، دستور غير مكتوب بيبقى دايما هو البوصله لينا. لو مجلس الاداره في القرارات دي بيعمل ايه؟ عندنا الارث اللي نقوله. الجماهير في المواقف دي بتعمل ايه؟ عندنا الارث اللي بنقوله. يعني كاس العالم للانديه لما بقول دايما ان في جيل العظيم جيل ابو تريكه خدنا مركز سادس، الجماهير راحت استقبلت اللعيبه في المطار سنه 2009. احنا المره دي خدنا مركز رابع، عملنا اداء مشرف جدا، ولكن الحقيقه يعني ما كناش محظوظين بالميداليه. فحصل ضغط كبير جدا على الجيل الحالي اللي انا بشوف لا ده انت محقق 2 برونزيه متتالي، انت مقدم اداء رائع جدا قدام ريال مدريد اشاد بيه الصحف الاوروبيه اس وماركا وصحف اخرى، وبتتكلم عن فوز ريال مدريد الهاش، لكيب اتكلمت عن فوز ريال مدريد الهاش، ازاي الشحات كان كابوس لكامافينجا. فكل الحاجات دي لازم نحطها في الاعتبار، احنا حطينا اساس قوي جدا الا هو مدير فني قوي جدا، عندنا بعض النواقص في بعض المراكز، ده دور مجلس اداره ان هو يوفرها مع المدير الفني ونبدا نبني لمرحله قادمه ان شاء الله بالدعم المشروط بالعمل. انا دايما بقول كده، انا في قناه النادي الاهلي، ولكن مجلس اداره لازم تكون عارف ان هو دايما تحت ضغط، اي مجلس اداره تحت ضغط الجماهير وتحت ضغط المركز الاول، المدير الفني بيبقى تحت ضغط المركز الاول، اللاعبين تحت ضغط المركز الاول، عشان هو ده اللي احنا بدانا بيه. الجماهير تحت ضغط المركز الاول. بالظبط كده، ده حقيقي، دي السمه، دي السمه والجينات بتاعت النادي الاهلي. لا بجد كلامك جميل يا احمد، وكتاب حلو، وانت خليتنا نبقى عندنا يعني فاهم كريوزيتي ان احنا نقرا بجد الكتاب. وهاكد على الكلمه اللي انت قلتها، فكرتنا ان انت عندك نادي اهلي دستور غير مكتوب شويه زي اللي هو الانجلو امريكان لو اللي هو القانون الانجلو امريكي، هم ما عندهمش قانون مكتوب، دستور مكتوب هو بياخد بالسابقه، فاحنا بالظبط كده انت عندك يعني دستور غير مكتوب بتتصرف على اساسه وما بتتغيرش وفقا للمبادئ بتاعه النادي الاهلي. هطلع ارد بعد كده بقى لما حد يقول لك احنا شبه امريكا، فاطلع ارد احنا عالمي. دخل عليهم بكتاب انا دارسه قانون بقى، كل واحد يتكلم في حتته. بالظبط كده، موفق دايما يا احمد والله، وبجد سعيدنا واستفدنا استفدنا كتير كمان من وجودك معانا حبيبي النهارده، زي ما كنت بقول لك من شويه شوف لك صرفه لازم تحضرنا بصفه دايما. شرفني طبعا، شرفني. بس مواعيد الصبح دي صعبه شويه، لكن انا عشان والله تحسوا بينا هرجع اقول لك احنا 6:30 يوميا بنصحى، يا اما اجي لك احنا بالليل بقى. ده يشرفني طبعا والله. ربنا يخليك. يعني سعيد جدا ان انا يعني موجود معاكم، على المستوى الشخصي بحبكم جدا، ده حقيقي. كمان مبسوط جدا ان انا يعني كنت من خلال قناه النادي الاهلي تكون هي اول برنامج واول نافذه اتحدث فيها اعلاميا عن الكتاب، لان يعني قناه النادي الاهلي بشكر طبعا استاذ ايهاب الخطيب جدا ان هو سمح بده، وطبعا دي قناه النادي الاهلي هي بيتنا طبعا، اللي المفترض يعني نكون كلنا بنحاول اننا نوصل الصوره الجيده عن النادي الاهلي، والصوره الجيده هي غير صوره مبالغه. نورت بيتك حبيبي، حبيبي بشكرك جدا كريم، ربنا يخليك. امين. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان ان شاء الله الفقره القادمه هي اخر فقراتنا الحواريه، هي فقره الضيعه مسجله بين الدكتوره ايمان المراكبي طبعا مع نهاوند، وزي ما كنت بقول لكم في اول الحلقه اتكلموا في موضوع يهم كتير جدا منكم. بشكركم على حسن المتابعه، نشوفكم على خير ان شاء الله. بكره ان شاء الله.